يا جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، أهلا بيكم. مساء الخير، مساء الخير على جمهور النادي الأهلي، عشاء الكيان. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة ويوم جديد من أيامنا في برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية. يمكن أنا وزميلي العزيز كابتن هاني رمزي بنكون سعداء جدا بتفاعل حضراتكم وردود الفعل على البرنامج في الفترة الأخيرة تحديدا، علشان كده دايما ما بنوعدكم ان احنا بنفكر في كل ما هو جديد، وكمان بنحرص على ان احنا نعرض اي متابعة او اي اخبار بتشغل بال حضراتكم اكيد بتكون هنا معانا في البيت الكبير. النهاردة بفكر حضراتكم بضيوف حلقتنا. النهاردة مشرفنا كالعادة الأستاذ محمود صبري مدير تحرير جريدة الأهرام. الفقرة الثانية هيكون معانا الكابتن الكبير كابتن محمد حليم، واحد من المديرين الفنيين اللي تألقوا الموسم ده مع حرس الحدود. هنناقش معاه ملفات مهمة جدا، على رأسها طبعا ظاهرة تألق المدربين الشباب اللي حصلوا على فرصة في بطولة الدوري الممتاز في الموسم اللي فات. كمان الحقيقة بالرغم من تتويج الأهلي ببطولة الدوري كالعادة وتمسك مسؤولين نادي الأهلي باستئناف البطولة، الحقيقة كانت يمكن وش خير وساعد على عدد كبير جدا، مش بس اللعيبة، على عدد كبير جدا من المدربين اللي قدروا أنهم يتألقوا في الموسم اللي فات ده تحديدا، وموسم طبعا مرة أكيد كان فيه صعوبات كتير. عايزة في البداية طبعا أرحب بزميلي العزيز كابتن هاني رمزي. مساء الخير يا سهى. مساء الخير يا كابتن. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ أهلا بكل السادة المشاهدين على طبعا شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة فعلا عندنا ملفات كتيرة جدا، هنتناقش مع ضيوفنا في ملفات كتيرة جدا جدا، لكن خليني بس أبدأ مع حضراتكم مع ملف مهم جدا جدا. النهارده زي ما احنا عارفين كان الكابتن محمود الخطيب عنده جلسه خاصه جدا مع اللجنه الخماسيه او اعضاء اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره بشان القيد المحلي. خليني ارجع بس مع حضراتكم كده بالذاكره لورا شويه. احنا عارفين طبعا ان اتحاد الكوره كان قرر فتح باب القيد للانديه الخاص بالموسم الجديد طبعا من يوم 4 اكتوبر لحد 4 من 7 اكتوبر لحد 4 نوفمبر. طبعا وخلينا نتكلم ان احنا في الوقت ده بالذات كنا بنتكلم ان الكلام ده يا جماعه ما ينفعش، لان زي ما انتم عارفين كان النهائي الافريقي محدد ليه يوم 6 نوفمبر، وبالتالي اتكلمنا وقلنا ما ينفعش، وبالتالي يعني تجاوب المسؤولين وفتحوا باب القيد مره ثانيه، بس خلوه ل طبعا احنا كنا عارفين طبعا ان المباراه يوم 6 نوفمبر، هم قالوا خلاص هنقرر ان احنا هنأجل القيد شويه. خلينا ان كل الاتحادات بتعمل لصالح اللعبه، وكل الاتحادات بتعمل لصالح كل المنظومه، اذا كان لاعبين مدربين الانديه كل دوت بيشتغلوا عليها بشكل كويس جدا. لكن طبعا احنا عارفين ان المباراه خلاص نتيجه طبعا لتاجيل وبسبب كورونا وتاجيل المباراه قبل النهائي مع الزمالك والرجاء، تقرر النهائي هيبقى يوم 27 نوفمبر، وده طبعا يعني خلينا نتكلم ان اتحاد الكره قرر مد الفتره ديت لغايه 19 نوفمبر، بنقع تاني في نفس الخطا ان تاني يعني النهائي كان يوم 6 نوفمبر عملته القيد 4 نوفمبر، طب النهائي بقى 29 خليته القيد بقى يوم 19. يعني في اعتقادي يعني تخبط كبير جدا جدا، يعني انا بخاطب كل المسؤولين في اتحاد الكره على يعني على اي اساس بتحط البلاننج، على اي اساس فكرت انك تقفل باب القيد قبل انتهاء المباراه النهائيه اللي هي يوم 29؟ يعني بالشكل دوت اكيد النادي الاهلي هيخسر لاعبين مقيدين عنده في القائمه الافريقيه قبل مباراه نادي الزمالك. طيب السؤال هنا ليه ما خليتوش يعني المباراه خلاص اتحددت يوم 27، ما تخلي القيد 29، ما تخلي القيد نهايه شهر نوفمبر؟ يعني ايه المشكله اللي هتحصل؟ زي ما اتكلمنا قبل كده كمان هنا في البيت الكبير، يا جماعه انتوا عاملين يوم 4 والنهائي يوم 6، طب ما تخلوها يوم 9 او يوم 12. نفس الخطا بيتكرر مره تانية. انا مش عارف يعني هم بيفكروا ازاي والبلاننج بيتحط على هاني اساس. يعني فرقت ايه حضرتك ان دلوقتي من يوم 19 ليوم 30 نوفمبر؟ محدش ليه عندك حاجه، انت بتنظم بطوله للسنه الجايه، احنا عارفين الموسم ده موسم استثنائي، وبالتالي محدش هيلوم عليك في حاجه، وانتهاء القيد في الفتره ديت اولا هيحرم لعيبه النادي، انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي بس، احنا بنتكلم على كل الفرق اللي هتلعب على المستوى الافريقي، بنتكلم خاصه على النادي الاهلي والزمالك، نادي الاهلي والزمالك هيفقدوا بعض اللعيبه او هيضطروا اللعيبه الموجوده ديت ان هيبقوا اللي بعد النهائي ويتم استبدالهم، فعمليه في لخبطه كتيره جدا جدا. المشكله في التخطيط يا جماعه، تاني بناشد اتحاد الكوره ارجوكم قبل ما تحطوا مواعيد بصوا لمصلحه الانديه،
بصوا احنا بنشتغل ازاي. المباراه يوم 27 نوفمبر النهائي، ما ينفعش حضرتك تقفل القود المحلي قبل مباراة النهائية، ده بيعطل الأندية وخاصة الأندية الأهلي والزمالك. وكمان بعد كده احنا في عندنا في الكونفدرالية، في المقاولين، في بيراميدز كمان عنده هيكون عنده مشكلة. فما بنتكلمش على النادي الأهلي، بنتكلم على التخطيط العام. مسؤول اتحاد الكورة أرجوكم انظروا في هذا الأمر زي ما اتكلمنا قبل كده في التأجيل من يوم 4، بنتكلم كمان دلوقتي لأن ده مصلحة النادي الأهلي. وكمان خلي بالكم ده في مشكلة كمان على الانتقالات الشتوية، ده الشتوية كمان هتبقى مصيبة أكبر. لا يعني الأزمة كبيرة، عدم تخطيط واضح. ويعني أنا مش شايف عارفة إيه الفكرة في إن أنت يعني تجبر الأهلي على التوقيت ده بالشكل ده، وحتى أي نادي. فأنت النهاردة عندك الأزمة كبيرة زي ما أنت قلت. طبعا أزمة كبيرة جدا والنهاردة يعني. والنهاردة كمان يمكن الأزمة التانية زي ممكن ما كان كابتن هاني بيقول دلوقتي ان انت هتأثر سلبا كده على النادي الاهلي، وبرضه بسبب قرارات اتحاد الكوره الخاصه بفتره القيد المره دي في فتره القيد الشتوي. انت حددت يعني او اتحاد الكوره من فتره قال ان القيد الشتوي للانديه هيفتح خلال الفتره من 15 فبراير لحد 15 مارس الجاي، خلاص كده. طب تيجي ازاي بقى والاتحاد الافريقي كاف محدد ان موعد فتح باب القيد الشتوي للانديه المشاركه في البطوله الافريقيه من 1 يناير ل 31 نفس الشهر هو في شهر واحد بس، شهر واحد بس. يعني هل يعقل ان هنا في مصر يتم فتح باب القيد الشتوي بعد ما فتره القيد الشتوي في الكاف تنتهي اصلا؟ لا يعني بجد مش معقول. وهرجع اقول تاني نفس السؤال، لصالح مين الكلام اللي بيحصل؟ طب انتوا فكرتوا في الكلام ده ازاي؟ بجد انا يعني يمكن في حاله ذهول ساعه ما قريت من القرارات اللي بيتخذها النهارده مسؤولين اللجنه الخماسيه تحديدا، وكلها ضد الانديه المصريه. وبالمناسبه مش النادي الاهلي زي ما قلت بس، واحنا هنا يعني بنثبت لحضراتكم بالتواريخ احنا حقيقي في كارثه، ولازم اتحاد الكوره يفوق. لان النهارده المعلومات اللي عندي ان انت متمسك يا اتحاد الكوره بقراراتك ومفيش اي مرونه علشان تصحح. انا في اعتقادي انه ده خطا، وخطا هيرتكبوه في حق الانديه المصريه. فده ازاي هيحصل؟ وده المفروض ان حضراتكم يعني تسهلوا من مهمه الانديه المصريه. يعني انا مش فاهمه، يعني مش فاهمه فكره ان انت كاتحاد كوره او حتى لجنه خماسيه زي ما تسميها بترعى مصالح الانديه مش تقفوا ضدهم. فدي حاجه غريبه جدا، ودي رساله لمسؤولي اتحاد الكوره يعني يستقيموا يرحمكم الله. يعني استقيموا يعني. خلي بالك كمان، خلي بالك يعني هي القصه كمان في المرحله الشتويه والقيد الشتوي كمان يا سهام. تخيلي ان النادي الاهلي هيتعاقد مع بعض اللعيبه للموسم القادم. تخيلي ان لو النادي الاهلي تعاقد مع بعض اللعيبه من على مستوى يعني من افريقيا او من بره مصر، ده مش هيكون ليه حق انه يلعب في البطوله الافريقيه اللي جايه. يعني النادي الاهلي بيدعم صفوفه بمحترفين من الخارج اكيد علشان الدوري، ولكن احنا بنبص كمان للبطوله الافريقيه. فتخيلي ان كمان يعني مش بس اللعيبه هتتحرم من المشاركه الافريقيه. السنه دي اوريدي ممكن يكون في تخبط لان النادي الاهلي عنده بعض اللعيبه هيأجل رحيلهم لبعض البطوله، ودي مشكله برضه هتكلم معاكي فيها. لكن النادي الاهلي لما بيجيب لعيبه من بره عشان يستفيد بيها الموسم الجاي يلعبوا مع افريقيا مش هيقدر يقيدهم افريقيا لان هتكون فتره القيد اتقفلت. دي مشكله. رد احد مسؤولي الاتحاد او اللجنه الخماسيه قال لك اصل احنا معلش احنا مرتبطين القيد الدوري الممتاز بالممتاز به والدرجة الثانية والثالثة. طب هو على أساس إيه؟ يعني هو على أساس دلوقتي أنت لو عملت كده هل تفتكر إن اللعيبة اللي هتخرج مثلا من الأهلي ومن الزمالك ومن كل الفرق الدوري الممتاز مش هتلاقي قدامها غير أندية درجة ثانية وثالثة؟ يعني تخيلي كمان هيكون في نوع من انواع الاحباط. أيوة على المستوى الظلم كمان، ما تدهمش فرصه. وبعدين فكره كمان ان انت ليه ما تمدهاش ليوم 29؟ يعني حصل ايه في يوم 29؟ انا بشرح لك التوابع القصه هتبقى ماشيه ازاي، بس مش على مستوى بس الانديه في تخبط في القيد على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي. لا انت بتتكلمي كمان على اللعيبه، اللعيبه اللي الانديه بتستغنى عنها. طب انت بتقفل على اللعيبه اللي هتخرج ديت من الممتاز مشاركات اخرى
انت هتفتح قدامهم بس الممتاز به. وبالتالي طب انت تخيل مثلا اي فرد من الاهلي، من الزمالك، من بيراميدز، من الاسماعيلي، من المصري، المصري استغنى عنه، انت طب هيروح فين؟ هو ده اللعيبه يا سهام بتتمنى. مثلا انا خرجت مثلا من النادي الاهلي، النادي الاهلي هيستغنى عني السنه دي. انا بتمنى ان اروح نادي قوي علشان اعمل موسم قوي جدا عشان ارجع تاني للنادي الاهلي. تظهر وترجع. صحيح. لكن انت دلوقتي بتقفل باب قدامي السكه ديت قدامي اللعيبه، انك هتروح نادي تقدر تتالق فيه، وهتفتح مع احترامي الممتاز به، وحد برضه بيبص الممتاز به بشكل كبير وبشكل مباشر. فيعني كل الامور ديت، ده غير طبعا الانتقالات الشتويه، فاعتقادي ان في تخبط كبير جدا جدا من اللجنه الخماسيه. وارجوك يا جماعه يعني قبل ما تحطوا المواعيد ما تبصوا على الاجنده، يعني بصوا كده واقعدوا، احنا عندنا مباراه نهائيه يوم 27، احنا كنا قررنا مع رؤساء النوادي، الكابتن محمود النهارده كان موجود، كابتن محمود موجود، فليه ما يعني نظره بسيطه، اصل الموضوع مش صعب، الموضوع مش صعب. فيه بس يكون شويه مرونه، شويه مرونه. انا في اعتقادي شويه تفكير وشويه نظام وزي ما انت قلت سام، احنا انتوا بتراعوا الانديه بالدرجه الاولى، وخاصه الانديه بتلعب على المستوى الافريقي، بتراعوا اللاعبين كمان. انتوا عندكم كمان مشكله مع اللعيبه اللي هتخرج من الانديه، هتروح فين؟ يعني هتروح درجه الممتاز به. فالموضوع كله محتاج نظره، ونظره قويه جدا جدا وعاجلا، يعني عاجلا. ونتمنى، لان يعني الخطا ده حصل قبل كده، كان عاملين القديوم 4 نوفمبر والبطوله نوفمبر والماتش النهائي يوم 6. فنتمنى طبعا التخبط ده يعني نشوف له حل، واحنا بنتمنى طبعا ودايما بنقول نفسنا نبقى زي اوروبا، ونفسنا جدول منتظم، ونفسنا ونفسنا، لكن مع الاسف يعني بالخطوات اللي بتتم ديت وطريقه التفكير اللي اعتقد لسه في حيز ضيق جدا 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 وبعيد تماما عن الاحترافيه، اعتقد ان احنا لسه قدامنا مشوار طويل جدا. لكن احنا ما بنبصش لمصلحه النادي الاهلي بس، احنا كمان ده على مستوى زي ما قلت على مستوى جميع الانديه، وكمان على مستوى اللاعبين نفسهم اللي ممكن يتم الاستغناء عنهم في الفتره اللي جايه. طيب احنا عندنا عندنا اخبار كثيره جدا تخص النادي الاهلي. صحيح. وعايزين الحقيقه يعني نبدا او نروح لفقره الاخبار، والحقيقه اخبارنا دايما ما بتبدا بالقلعه الحمراء، الخبر النهارده يمكن الاهم بالنسبه لنا في النادي الاهلي. طبعا. وانه الاتحاد الافريقي كان بيجري مساء اليوم الاثنين قرعه الدور التمهيدي للنسخه اللي جايه من بطوله دوري ابطال افريقيا. يمكن القرعه دي اسفرت عن مواجهه الاهلي ان شاء الله في دور ال 32 الفائز من فريقي سونديب بطل النيجر ومقديشي الصومالي، ووفقا للاجراءات الاحترازيه اللي بيطبقها الكاف النهارده بسبب طبعا كورونا فيروس، القرعه دي اقيمت بشكل مغلق ومقتصر على اللجنه المنظمه لبطولات الانديه، وكاف حدد موعد مباراه الذهاب ان شاء الله خارج مصر، ان شاء الله هيكون يوم 22 و23 ديسمبر، هيكون لقاء العوده في مصر باذن الله يوم 5 و6 يناير اللي جاي ان شاء الله. يعني طبعا النهارده كمان من اخبارنا بالنسبه لفرقتنا النادي الاهلي، حابين نطمن عليهم، حابين نشوف اخبارهم ايه، الكواليس، التدريبات. النهارده انتظم الثنائي جونيور اجايي واليو باجي طبعا لعيب الفريق ده في التدريبات الجماعيه. ان النهارده كان التدريب بالليل على ملعب استاد التيتش تحت اشراف طبعا موسيماني وجهازه المعاون. شارك اجايي وباجي في المران الجماعي بعد طبعا احنا عارفين حصلوا على راحه اضافيه والسفر طبعا لبلادهم لقضاء اجازه قصيره جدا جدا مع اسرهم طبعا قبل العوده في المشاركه في التدريبات، استعدادا طبعا للتحديات الفتره اللي جايه واكيد على مستوى المباراه النهائيه ان شاء الله. شارك طبعا الثنائي في التدريبات البدنيه وتدريبات الكوره وجاهزين بشكل كبير جدا طبعا في الوقت اللي كل واحد طيب غايب عن المران. اللاعبين الدوليين طبعا احنا عارفين على مستوى المنتخب الاول وعلى مستوى منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي ما بيكونوش موجودين مع النادي الاهلي، اللي بيعوض موسيماني الغياب دوت بيعوضهم ببعض الناشئين او ولاد النادي من قطاع الناشئين لاستكمال العدد اللي يسمح به التدريب بشكل كبير. كمان الفريق الاول كرة القدم في النادي كان بيواصل تدريباته زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط، يعني كله يعني حتى الكابتن سيد عبد الحفيظ موجود، كل الجهاز الفني بيتابع التدريبات. المران زي ما انت عارفه دايما سام بيبدا بمحاضره نظريه، موسيماني بيشرح برضو الفقره او الفتره اللي جايه هنشتغل فيها ازاي، الفريق برضو في جزء بدني اشتغلوا عليه بشكل جيد جدا، حراسه المرمى علي لطفي واحمد طارق
وحمزة علاء دول برضو اتدربوا بشكل منفرد الأول تحت إشراف طبعا ميشيل يانجون، والجهاز الفني طبعا بعد كده عمل تقسيمة قوية بطول الملعب، يعني تراي ماتش كده ما بين اللعيبة، وكان حريص طبعا موسيماني أنه بيتكلم مع اللعيبة، يعني بيوقف في بعض اللقطات، كان في بعض الأخطاء بيحاول يصلحها على المستوى الفني، كل دوت استعدادات مكثفة جدا، واللعيبة الحمد لله احنا بنشوفهم في التمرين ومتابعين، الحالة المعنوية جيدة جدا ومنتظمين بشكل كويس، وإن شاء الله بإذن الله يستمر هذا التركيز وهذا النظام وهذا يعني الجدية وكمان الروح العالية المعنوية الحماس. إن شاء الله إن شاء الله لحد المباراة النهائية بإذن الله. مهم جدا مهم جدا. النهاردة كمان يمكن كان في جلسة مهمة جدا جدا مع سعد السمير، عملها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. اتكلم مع سعد طبعا لاعب الفريق، بيطمن على حالته على هامش التدريب النهارده اللي كان مساء اليوم على ملعب التتش زي ما قلنا، كل ده ضمن التحضيرات للفريق. طبعا في تحديات لمرحله مقبله باذن الله. سعد النهارده بينفذ مرحلته الاخيره في البرنامج العلاجي والتاهيلي الخاص بيه، طبعا كانت يعني بتشمل على مشاركته في جزء من مران الفريق النهاردة مع الخضوع طبعا لاختبارات طبية مستمرة علشان يتأكدوا من جاهزيته بنسبة 100%، وأصبحت قريبة جدا أفتكر أنه هو يكون موجود بشكل كامل وقوي في المران الجماعي. كان كمان موسيماني حريص على أنه يقعد مع اللعيبة قبل ما ينطلق المران، بيتكلم معهم طبعا في أمور فنية عديدة جدا، شرح البرنامج التدريبي اللي بيسعى له في الفترة اللي جاية علشان ينفذوه، كل ده استعدادا للمرحلة المهمة اللي جاية. صحيح، مفيش أهم من يوم 27. أكيد أكيد، لكن كمان كلنا مشغولين ب 27، لكن موسيماني كمان يعني كمان بيقرب الناس البعيدة شوية، يعني سعد سمير أنت عارفة طبعا سعد من رجالة النادي الأهلي زي ما بيقولوا، راجل وتحمل مسؤوليه كبيره جدا وبيعاني باصابه على طول، وسعد بروحه من كباتن الفرقه الكبار. صحيح. كان حريص موسيماني كمان انه يقعد ويطمن عليه، ده جزء من الشغل، بس مش مع اللعيبه اللي انا محتاجها بس، ده الجزء المعنوي بيكون اكتر كمان مع اللعيبه اللي بره شويه. مصبوح. اللي خارج الخطوط اللي عندهم اصابات، فكمان ده جزء مهم بيقوم بيه موسيماني النهارده مع الجلسه مع سعد سمير اللي هو يعني زي ما انت قلتي بيقترب بشده للعوده، و ان شاء الله هيبقى كمان اضافه ان شاء الله للاهلي، يعني طبعا هو مش مقاعد افريقيا لكن اضافه باذن الله السنه الجايه يكون اضافه مع رامي ربيعه إن شاء الله. كل الامور تكون على مستوى جيد جدا. احمد الشيخ طبعا لاعب طبعا النادي الاهلي بيأدي جلسه في الجيم، يعني النهارده عنده شوية مشاكل، بيستكمل برنامجه التأهيلي بالجري حوالين الملعب، بينفذ بعض الفقرات التأهيلية تحت طبعا إشراف الدكتور طارق عبد العزيز، ده أخصائي طبعا العلاج الطبيعي في النادي الأهلي. الشيخ عنده برنامج تأهيلي، بيشتكي من بعض الكدمات في القدم خلال المران الفريق، يعني إصابات مش كبيرة، لكن طبعا بيحرص الجهاز الفني دايما ان اللعيب يكون جاهز 100%. طبعا اتخبط في رجله في احد التدريبات، ابعدته شويه عن المشاركه في التدريبات الجماعيه، لكن هيستأنف طبعا يعني برنامجه التأهيلي خلال يومين ثلاثه ان شاء الله يتواجد الشيخ مره ثانيه في التدريب الجماعي للنادي الاهلي. طيب النهارده محمد صلاح هيوصل باذن الله ان شاء الله، والنهارده يمكن يعني هنروح بقى للاخبار المحلية وأخبار المنتخبات الوطنية اللي عندها يمكن ارتباطات مهمة جدا الأيام اللي جاية. النهاردة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان بيجري اتصال هاتفي مع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول طبعا الإنجليزي علشان يطمن عليه وعلى كافة إجراءات وصوله للقاهرة. بعد شوية هيوصل طبعا، هيشارك محمد في المنتخب المصري كرة القدم خلال مبارياته المرتقبة، زي ما احنا عارفين عندنا مواجهات قوية جدا مرتين مع توجو ذهابا وإيابا، من المقرر ليهم ان هم يكونوا يوم 14 و17 من نوفمبر ده، وده ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022. كمان دكتور أشرف صبحي الوزير كلف وفد رسمي علشان يستقبل محمد صلاح النهاردة أثناء قدومه لمطار القاهرة. فالحقيقة ده كابتن هاني تعامل راقي جدا من وزير الشباب والرياضة، درس أكيد مهم جدا ومحترم في كيفية أنك تتعامل مع النجوم زي ما بنشوف كده ما بيحصل في أوروبا كلها. صحيح. فمحمد يعني يمكن النهاردة بيمثل إيه؟ بيمثل مصر، اسم مصر طبيعي، يعني محمد صلاح أسطورة كبيرة جدا جدا، وأعتقد
التعامل مع محمد صلاح يمكن في فترات قبل كده ما كانش على مستوى احترافي. على المستوى المطلوب على المستوى الاحترافي او على المستوى اللي يليق بمحمد صلاح. خلينا نتكلم معاكي برضو يا سهام، مش عايزين ننسى كمان الاولاد اللي جايين، يعني طبعا. يعني بنتكلم النني وتريزيجيه وحجازي، كل دول كل دول نجوم كبار جدا، ويعني انا زي ما في وفد رسمي بيتقابل صلاح، لان صلاح قمه كبيره جدا وقامه كبيره جدا، اعتقد دي لازم تكون بروتوكول. اللعيب اللي بيجي من بره من اوروبا بيبقى فيه تسهيلات في المطار، في وفد بيستقبله بشكل كويس جدا بشكل احترافي، بيدخله المطار، بيدخله لغايه ما وصله المعسكر او لبيته، ده شكل احترافي بشكل كبير جدا. يعني ان شاء الله كل دوت البروتوكول ده يطبق على كل اللاعبين. صح. احنا طبعا صلاح بالنسبه لنا كل اللعيبه الدوليه بتاعتنا ما شاء الله طبعا قمه، لكن كمان ان شاء الله البروتوكول دوت وسياده الوزير يكون في نفس الاستقبال ونفس الحفاوه ومع كل اللعيبه، لبقيه اللعيبه ان شاء الله اللي هتيجي مصر باذن الله قريب جدا جدا. احنا عارفين بكره كمان اتحاد الكره هيعمل مؤتمر صحفي بكره، مؤتمر صحفي في الساعه 2:30 ان شاء الله بكره في اتحاد الكره، بيحضروا الدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الرياضه، وعمرو الجنايني رئيس الاتحاد ورئيسي بعثتي كوريا الجنوبيه والبرازيل. ده زي ما انتم عارفين في دوره ثلاثيه بتقام هنا في مصر، فيها مصر والبرازيل وكوريا، وطبعا دي يعني بطوله ان شاء الله منتخبنا الاولمبي هيستفيد منها ان شاء الله بشكل كبير جدا جدا، ما بين طبعا الفتره ما بين 12 ل 17 نوفمبر. ده كلها استعدادات الكابتن شوقي غريب وكاتبته الحائزه على البطوله الافريقيه، استعداد طبعا لدوره طوكيو الاولمبيه. المؤتمر هيقام في احدى الفنادق بالقاهره، الحقيقه في مجهودات كبيره جدا جدا لتحفيز المنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي جايه، زي ما احنا عارفين ان دايما المنتخبات الاولمبيه هي الاساس والنواه للمنتخب الاول. طبعا بيستعدوا لماتشين مهمين جدا، منتخب كوريا الجنوبيه ان شاء الله مع مصر هيكون يوم 12 نوفمبر، وبعدين في مباراه ثانيه امام المنتخب البرازيلي دي هتكون يوم 14 نوفمبر من نفس الشهر في استاد القاهره. في ده كل ده زي ما قلت استعداد لاولمبياد طوكيو 22 ان شاء الله، وان شاء الله المنتخب القومي كده يشرفنا وان شاء الله يحصل على اول بطوله اولمبيه باذن الله، لانه جيل واعد فيه لعيبه على مستوى عالي جدا جدا، اعتقد من الاجيال الواعده جدا معظم اللعيبه في المنتخب الاولمبي، اعتقد انها دي خطوه وهم اكيد هم اللي هيكونوا موجودين في المنتخب الاول في الفتره اللي جايه. هي الدوره دي هدفها ان انت تجهز اللعيبه طبعا وتعمل على انسجامهم مره ثانيه. اللعيبه دي ما قابلتش بعض من 11 اللي فات تقريبا، من بعد يعني بقى لهم سنه بالظبط، ودخلت على كورونا. صحيح. فانت النهارده كمان هتقابل كوريا والبرازيل، مدرستين مختلفتين، فيعني محتاج جدا مباريات مهمه جدا قويه جدا. انت عارفه كمان يعني السبب الاختيار كمان عشان نشرح للناس ان دايما في البطولات الاولمبيه بيكون بياخدوا الفرق من كل قاره، يعني مصر لازم هتلاعب حد على مستوى الاسيوي وحد على مستوى امريكا اللاتينيه واوروبا، وبالتالي دي مدرستين مختلفتين، لان احنا وارد جدا او 100% هنقابل مدرستين من دول في الاولمبياد. فرقتين جامدين، وكوريا من افضل الفرق على مستوى اسيا، والبرازيل طبعا حدث ولا حرج، يعني نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا باذن الله. ان شاء الله خلصت اخبارنا، أخبارنا خلصت بفقرتنا طبعا دي فقرة الأخبار. بعد الفاصل أو بعد ما نتعرف على الأسطورة الأهلاوية اللي معانا النهاردة، واحد من اللعيبة الأوائل للنادي الأهلي في بدايات تاريخ حتى النادي، كابتن حلمي أبو المعاطي. كابتن حلمي أبو المعاطي هنشوف دلوقتي تقرير خاص بيه، وبعد الفاصل نرجع مع كابتن هاني رمزي والفقرة الأولى الحوارية مع الأستاذ محمود صبري الناقد الكبير في جريدة الأهرام. تفضل. حلمي أبو المعاطي صانع ألعاب النادي الأهلي منتصف القرن الماضي، من مواليد 24 من أكتوبر عام 1924 بمدينة بورسعيد، بدأ مشواره الكروي لاعباً في صفوف النادي المصري عام 1940، وانتقل لصفوف النادي الأهلي عام 1946 بعد انتقال عائلته للقاهرة، وظل يلعب بالقميص الأحمر حتى أعلن اعتزاله عام 1958 وهو في قمة تألقه.
لعب في مركز صانع الألعاب وساعد الدفاع الأيسر، حيث تميز بالذكاء ورؤية الملعب بفكر كروي ناضج يتسم بالتمرير المتقن السريع. نال حلمي أبو المعاطي شرف اللعب في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي في أول مباراة يخوضها أبناء القلعة الحمراء في مسابقة الدوري العام في موسمه الأول 1948-1949، وكانت يوم 24 من أكتوبر عام 1948، وفيها تغلب المارد الأحمر على نادي يونان اسكندرية بخماسية نظيفة. كما كان لاعب الأهلي الأول في جيل الأربعينيات والخمسينيات في تسديد ركلات الجزاء والتي كان لا يخطئها. أبو المعاطي واحد من نجوم القلعة الحمراء الذين حققوا الانتصارات والبطولات في جيل الأربعينيات والخمسينيات، شارك في تحقيق 8 بطولات للدوري العام و7 بطولات لكأس مصر و3 بطولات لدوري منطقة القاهرة، وشارك مع منتخب مصر الوطني والعسكري في العديد من المناسبات والبطولات الدولية، أبرزها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 1948. بعد اعتزاله اتجه إلى التدريب، فتولى تدريب الناشئين في النادي الأهلي ثم مساعدا للمدير الفني للفريق الأول موسم 1967-1968. بعدها اتجه للتدريب في المملكة العربية السعودية، وبعد عودته لمصر عمل في مجال النقد الرياضي، فكتب في مجلة النادي الأهلي والعديد من الإصدارات الصحفية الرياضية. رجعنا مع حضراتكم والناقد الكبير أستاذ محمود صبري. كنا بنتكلم قبل الفاصل طبعا عن مشوار منتخبنا الأولمبي واستعداداته لطوكيو السنة اللي جاية إن شاء الله، من خلال دورة ثلاثية بيحضر فيها كوريا بجانب البرازيل. ورؤيتك إيه للماتشين المهمين طبعا لمنتخبنا الأولمبي خلال خلاص الأيام اللي جاية؟ خلاص، وبكرة في مؤتمر صحفي الساعة 2:30 يحضر وزير الرياضة ورؤساء بعثات المنتخبات الثلاثة أو الأجهزة الفنية، يقدموا فيه يعني يتكلموا فيهم عن الدورة المجمعة. بصراحة خطوة كويسة جدا في توقيت مهم، لأن كنت يعني دي الوقت اللي قدر يستفيد منها كابتن شوقي غريب إنه قدر يجمع لاعيبته لهم فترة ما لعبوش يعني مباريات. سنة من النهائي الأفريقي أعتقد. من النهائي الأفريقي في شهر 11 اللي فات. مظبوط. يعني على مدار موسم كامل يعني، وكمان في جزء منه كان بيلعب أساسي في جزء ما لعبش، برضه يعني دي برضه كل الحاجات دي وحاططها في الحسبان وبدور على اللعيب اللي بيلعب مع فريقه في الدوري، فده برضه بيجهزه له يعني. لكن الثلاث مباريات هيبقوا مهمين جدا، وتجربة كويسة جدا تجيب منتخب برازيل يلعب معاك هنا، منتخب كوريا في مدرستين مختلفتين، بس برضو الاثنين بيعتمدوا على السرعه، البرازيل على المهاره على القوه، الكوره الجنوبيه امريكا يعني كوريا الجنوبيه معروفه كورتها سريعه جدا، فاعتقد انه ان شاء الله يكون فيها استفاده كبيره جدا، خاصه انه لسه مشوار يعني طوكيو برضو مش قريب بعيد، لسه محتاج مباريات كتير وتجهيز كتير، خاصه مع برضو مع موسم يعني مزدحم، يعني يا دوب بتلقى فيه يعني ايام تقدر تلعب لك فيها مباراه. هو طبعا ارتباطات المنتخب الاولمبي مرتبطه بالاجنده الدوليه طبعاً. بس خليني بصراحه يعني احيي الكابتن شوقي غريب وجهازه، كابتن معتمد وكابتن الدكتور علاء عبد العزيز، بصراحه بيشتغلوا بهدوء، يعني بيشتغلوا بشكل من انواع الهدوء، وطبعا الكابتن محمد شوقي معاهم، وائل شيتوس معاهم، جهاز فني على اعلى مستوى، قدم لنا كره حلوه قوي في النهائي، وكمان على مستوى التنظيم ماشي بهدوء، يعني ما فيش شوشره حول المنتخب الاولمبي. وكان في تصريح مهم جدا جدا للكابتن شوقي غريب، قال لك انا شرط المشاركه في المباريات الدوري هو شرط الانضمام للمنتخب الاولمبي. هل ينطبق الشرط ده على الكابتن حسام البدري من خلال القائمه اللي حضرتك شفتها؟ ولادي فلسفه كل واحد، يعني كل واحد عنده فلسفه وعنده وجهه، ما اقدرش اربط المنتخب، مش عاوز اقول ما اقدرش، يعني ده جهاز فني وده جهاز فني.
كابتن حسام يمكن شايف مثلا في قراره مثلا خد مثلا هنقول مثلا خد رمضان صبحي مثلا ما لعبش على مدار سنه، ممكن يكون هو شايف ان هو هيقدر يجهزه هيقدر مش التجهيز ده افضل على مستوى المنتخب الاولمبي. انا بتكلم بنتناقش مع مع حضرتك بشكل ودي، وطبعا اولا واخيرا تحت بند كبير جدا احترام قرارات الجهاز الفني والمدير الفني للمنتخب واختياراته، لكن على مستوى التجهيز مش شايف ان ممكن لعيب بقاله اكتر من 8 شهور مش ما بيلعبش مباريات بشكل كامل وبشكل مباشر، ما كانش من الطبيعي ان هو لا طب انا عايز رمضان يجهز، ممكن يكون مثلا اجزاء من مباراه كوريا او جزء من مباراه البرازيل تدخله تاني فورمه ويبدا رمضان يخش تاني مع الفريق الاول بعد ان شاء الله مباراتين توجو. هذا التنسيق ما بين المديرين الفنيين على مستوى المنتخب الاول وعلى على مستوى المنتخب الاولمبي لازم يكون في نوع من انواع التنسيق بشكل انا شايفه انه بشكل افضل حتى من الجاري حاليا. بص حضرتك قرار رمضان رغم يعني كل الكلام اللي دار حواليه، لو انا جيت اتكلم منطقيا وفنيا على الموضوع فعلا هو محتاج كان توضيح من الكابتن حسام انت اخذت قرار على اي اساس، بعيدا عن انه بعيدا هنتكلم عليه لو ما كانش رمضان صبحي اي لعيب عن اي لعيب لو هل ممكن كان هيحظى بضم المنتخب؟ يعني لو ما كانش بحجم الشعبيه المنتقل بيها رمضان صبحي من النادي الاهلي للنادي بيراميدز هل ممكن هيكون قرار ضمه؟ هل ممكن يحصل كلام مع لعيب اخر؟ دي حاجات برضه دي الاجابه على الحاجات دي بتكشف لك الوضع قدامك شكله ازاي؟ لانه هل في تجارب يعني ممكن عشان انا الذاكره يعني ما تسعفنيش في مساله هل تم ضم لعيبه؟ ممكن هو شايف انه قراره في ضم رمضان صبحي ممكن شايف ان هو دعم نفسي ليه، ممكن شايف ان هو بيسحبه بيطلعه من ازمه ها ويعني ايه بدل ما بيسيبه مثلا كده في الموقف اللي هو فيه بس هو ما بيلعبش على حساب لعيب تاني ممكن ما هي ما هي ما يعني 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 دعمه نفسيا ممكن بشكل افضل مثلا يعني يعني ايه عشان بس الناس ما تفهمش ان المساله احنا بنتكلم عشان رمضان مشي من الاهلي وراح بيراميدز. طب ما هو كهربا جاهز بصوره وتم قرار استبعاده بهدوء جدا وخلاص والناس التزمت ما حدش اتكلم وخلاص تم احترام قرار الجهاز الفني ولا حد الناس علقت قالت لك انه ممكن يكون القرار شاب وبعض التدخلات من الخارج في كلام بيقول الكلام ده، لكن رغم انه نفي كابتن محمد بركات الكلام ده ما حصلش او كابتن حسام علق انه ما فيش حاجه من الكلام ده ومثلا كهربا ما كانش في حساباتي رغم انه الكلام اللي صادر من ناحيه اللاعب انه اللاعب تم الاتصال بيه والترتيب بيه، لكن الهدف على ما اعتقد يا كابتن هاني من ضم رمضان صبحي هو اعاده اظهاره واشراكه واخراجه من الضغوط النفسيه اللي هو بيعيشها اللي هو بيقدمها لنا يعني كل يوم في كل برنامج بيقول كلام عكس الكلام اللي بيقوله في مكان اخر عشان يطلع من الحاله النفسيه انه خلاص يتقبل مساله انه ينتقل من الاهلي فيلتقي مثلا مع لعيبه الاهلي في المعسكر مع لعيبه الزمالك بتاع يعيش بقى الاجواء. مساله هو جاهز فنيا مش جاهز فنيا هيبان فين؟ في المباراتين. هل هو هيتم اشراكه في المباراه الاولى مثلا هنا ولا مش هيتم اشراكه؟ هل هيتم اشراكه؟ هل الفتره دي اللي هم مثلا هنقول ال10 ايام جاهزين بتجهيزه يعني هيكونوا مناسب عشان اجهزه بدنيا وفنيا؟ المعسكر بدا النهارده رسميا النهارده رسمي كل اللي فات ده كله اعتقد انه الدافع النفسي وتخفيف الضغوط على رمضان صبحي وتوفير حمايه لي ان انا اسحبه فخلاص اجيبه مع الفريق خلاص. ده على ما اعتقد ممكن يكون تفكير الكابتن حسام البدري، حتى لو كان الكلام ده اخده الكابتن مثلا شوقي غريب في المنتخب، لو مثلا الكابتن شوقي غريب خد قرار بضم رمضان صبحي ما كانش ايه كاش الكابتن حسام، كان ممكن الكابتن حسام بدري يريح دماغه من الكلام ده كله ويسيب شوقي غريب يشوف هيعمل ايه. اكيد انا بقول لك اكيد مليون في الميه كان في حديث وفي لقاء ما بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب اتفقوا ما هو طلب قال انا عن مصطفى محمد مثلا على سبيل المثال مصطفى يعني محمد واتكلم على رمضان صبحي اعتقد هم دول الاثنين من ال وكان في ابو الفتوح اعتقد برضه احمد ابو الفتوح بس ماشي يعني ماشي موجود احمد الفتوح مع المنتخب الاول، لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ خلاص انا من وجهه نظري انه الكابتن حسام يتحمل تبعيات قراره
يعني تحمل تبعات قرار. احنا بس بنشوف بعض على وكمان يعني انت برضو كمدير فني انا برضو هحترم قراراتك واختياراتك طبعا اكيد، لكن السؤال اللي هو يطرح السؤال العام، هل الكلام ده هيتعمل مع كل لاعب؟ كان مثلا في مكان لو انتقل من نادي لنادي وهو لعيب اصلا دولي وقعد فتره ما لعبش، هل فعلا هيجي له حد يدافع عنه وياخده ويجيبه عشان بدل ما يسيبه كده نفسيا وداخل في صراعات وكل شويه في برنامج وكل شويه مش عارف ايه؟ لا فخلاص اجيبه اكسر الحاجز النفسي ده واشوف هيبقى طبيعه تعامله مع لاعيبه الاهلي هم الزملاء اللي كانوا معاه، مع لاعيبه بيراميدز، مع لاعيبه الزمالك، خلاص بجهزه نفسيا وبطلعه واحده واحده من الجو اللي هو المشحون اللي هو عايش فيه. طبعا اعتقد ان هو ده وجهه نظر يعني تحترم من حضرتك لكن غير مقنع بالنسبه لي انا، غير مقنع انا بتكلم يعني، لكن يعني لكن وجهه نظري ان هو خده بهذا الاسلوب، مش خده بغرض يا كابتن هاني ان هو يعني ايه سيبك من جزئيته، كابتن حسام ما بصش للجزئيه دي، شايف انه لعيب مهم فخده جاب بقى فنيا يا استاذ صبري. مش هطول في الموضوع ده، لكن فنيا على المستوى الفني اكيد كان في عنصر بغض النظر بقى كهربا مش كهربا، كان ممكن جدا يستفيد بلاعب على المستوى الفني افضل. رؤيتك للمباراه وخاصه المباراه هنا اللي في مصر، رؤيتك للمنتخب هتبقى مباراه شكلها عامل ازاي؟ وخاصه مباراه مش هقول لك على المستوى اسم الفرقتين، طبعا مباراه يعني ان شاء الله تكون في المتناول، لكن على مستوى جدول الترتيب عارفين مصر في المركز الثالث، جزر القمر الاول باربع نقاط، يليها كينيا، يليها مصر بنقطتين، يليها توجو بنقطه واحده. فحتى مباراه على مستوى الترتيب مباراه مهمه على مستوى الاسماء. لا مباراه، انت خلي بالك دي مباراه مش مهمه، ده مباراة يا الاستمرار يا الخروج. يعني عاوز اقول انه الست نقاط دول هم اللي حددوا لك انت مكمل ولا مش مكمل. فانت الاول تركز في مباراة يوم 14، هدفك انك تفوز باي نتيجه. يعني فوزك ده بيديك دفعه يخليك تروح تلعب مباراه العوده، اذا كانت هتلعب هناك او كان هيلعبوا هناك، ما دام هم جم هنا هتبقى مباراه العوده هناك خلاص في لومي. فاعتقد لا مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه مش سهله على فكره، تجمع بعد المنتخب شوف قد ايه ما تجمعش، ما لعبش مباريات وديه مع بعض اللعيبه، هتحكمها الخبرات، هتحكمها تفتكر كابتن حسام هيعتمد بشكل اكبر على الثلاث العناصر اللي كانوا اخيرا رجليهم في الملعب زي ما بيقولوا اهلي زمالك بيراميدز، هو ده الهيكل الاساسي للمنتخب بشكل كبير؟ لا اللي محترفين بالاضافه طبعا، ما دول محترفين، صلاح، تريزيجيه، نني، ضيف عليهم بقى التشكيله بقى حجازي مثلا، من الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم الناس اللي في افريقيا، اعتقد انه هيبقى ده ايه دافع، هو عنده دافع كمان انه اللعيبه لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز بالاضافه للمحترفين بدنيا ونفسيا مهيئين، لكن الشغل الاداء الجماعي في الملعب اعتقد اللي هيحسم المباراه دي، خاصه انه ما لعبتش يعني مباراه او اثنين مع بعض، بس ممكن اكيد يعني بيحاول يتذكر اللعيبه، لكن الاداء انا ما يعني مش متوقع انه هيبقى الاداء يعني قوي بالصوره يعني، الا انك انت هتسعى لتحقيق الفوز والهدف ثلاث نقاط باي شكل. فاعتقد انه هتلعب فيها المهاره الفرديه، هتلعب فيها الثنائيات، هتلعب فيها كرات ثابته، هتلعب فيها، لكن اداء جماعي اعتقد هيبقى يعني مش بالصوره المطلوبه، لكن طبعا حسام بدري هيحاول انه يؤدي مباراه كويسه جدا قبل لقاء العوده، الفوز هنا هيعمل له راحه نفسيه وهيئه قبل مباراه العوده، مباراه العوده برضه هتبقى مش سهله عليه، لان برضه منتخب توجو منتخب يعني شاب وفي لعيبه وعندهم برضه بعض المهاجمين المميزين وعندهم لعيبه كده هي عندهم فرصه، فاعتقد المباراه مش هتبقى سهله. هو كمان اعتقد المباراتين دول كمان زي ما بيقولوا الفرصه الاخيره لمنتخب توجو، منتخب توجو عنده نقطه واحده من نقطه واحده يعني من ماتشين النهارده يعني مباراه 14 لو خسرها هتبقى يعني خلاص هتبقى الامور خلاص صعب. يعني خلاص بره خرج فلكن مباراه العوده هيبقى لها حسابات اخرى، انت ست نقاط من يعني ثلاث نقاط الاول هنا، ثم التفكير ازاي تاخد ثلاث نقاط في مباراه العودة يوم 17 هيبقى بالنسبة لك شيء مهم جدا. وخلينا نتكلم برضو بكل أمانة، الحالة البدنية والحالة الفنية، جزء ناس بتقول ان كابتن كمان حسام البدري محظوظ في الفترة دي، هو حتى في المؤتمر الصحفي قال احنا بنمر بفترات افضل شوية من الفترات اللي فاتت، هو بيتكلم على بدايته مع المنتخب، طبعا كان في شوية بعض المشاكل الفنية اللي بيقابلها، لكن هو بيتكلم دلوقتي بيقول على المستوى الفني الشكل افضل شوية، بيستند على كده من اداء الاهلي في طبعا في البطوله الافريقيه، وصول للاهلي والزمالك المباراه النهائيه ده عامل نفسي ومعنوي كبير جدا، بالاضافه
للعيبة المحترفة كلها. يمكن وانا بتكلم مع حضرتك قلت لي ان خلاص صلاح وصل يعني صلاح وصل وتريزيجيه والنني وصلوا الحمد لله، وده شيء كويس جدا ومهم في التوقيت ده. عايز اقول لك انه حسام بدري يعني طبعا لقى صعوبات في مواجهته مع المنتخب، مباريات وديه برضو حتى للعيبه ما كانش الاداء، مباراتين طبعا مباراه كينيا كانت من المباريات الصعبه جدا وقدر المنتخب يرجع فيها بصعوبه جدا، مباراه جزر القمر يعني شفنا الاداء كان عامل ايه وهدرنا كثير من الفرص. اعتقد انه مباراه توجو هتبقى نقطه مفصليه بالنسبه له، الفوز فيها هو الاهم مش الاداء كمان، لانك الخروج بثلاث نقاط هيكون دافع ليك قبل مباراه العوده، غير كده الامور هتتعقد وتبقى صعبه على المنتخب ومشواره في تصفيات كاس الامم. عندك اللعيبه بدنيا جاهزين كمان برضو، لازم اللعيب برضه هيبقى خايف على نفسيه برضه في الحسابات طبعا، في لعيبه الاهلي والزمالك كل واحد برضه في حساباته هو قدرته ازاي يقدر يهيئهم ان هم يعني عاوزين يخرجوا من دوري ابطال افريقيا. اكيد اكيد هتبقى أكيد يعني دي هتبقى برضه دي دور مهم جدا لجهاز فن والتفكير في المباراه دي، واختيار التشكيله هيبقى ليه عامل كبير ان شاء الله في حسم ربنا يوفقهم ان شاء الله. وزي ما حضرتك وكلنا عارفين كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي النهارده، ومعانا على التليفون طبعا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي. على الهواء اوكي معانا على الهواء على طول استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. مساء الخير يا شريف، وقول لنا يعني النهارده اخبار ايه وقرارات مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي ليك ولضيفك الكريم الصديق العزيز والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه انه مجلس اداره النادي الاهلي انعقد اليوم في مقره بالجزيره برئاسه الكابتن محمود الخطيب وبحضور كل اعضاء مجلس الاداره باستثناء المهندس خالد مرتجي المسافر الى خارج البلاد. والحقيقه كان على مائده البحث مجموعه وجمله كبيره جدا من الموضوعات. المجلس التئم في الخامسه انتهى بعد 11 اكثر من 6 ساعات. خليني أقول لحضرتك أبرز هذه القرارات واللي جاءت في اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير في 29/10/2020 بالموافقة على تعديل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية ليكون يومي 23/24 نوفمبر القادم بدل من 27/28 من نفس الشهر، وده وفقا للقرار السابق لمجلس الإدارة بجلسته 15 العادية المنعقدة بتاريخ 16/9/2020، وده بعد مناقشة مواعيد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا اللي بتتغير طبعا بين الحين والآخر، وحتى لا تتعارض الجمعية العمومية مع موعد النهائي. النادي الأهلي طبعا هيكون أحد طرفي هذه المباراة المهمة، كل أمنيات الطيبة إن شاء الله بالفوز لفريق النادي الأهلي وتحقيق أمال وطموحات الجماهير بالبطولة التاسعة بإذن الله. كمان اعتمد مجلس الإدارة أيضا قرار بالتمرير اتخذ في 3/11/2020 على عدم إتمام التعاقد مع لاعب الكرة الطائرة المحترف وهو فابيو رودريجيز لسنة 2021 بناء على رغبة الجهاز الفني بسبب إصابة اللاعب، وتم التعاقد مع لاعب بديل كندي الجنسية هو سيستو رايموند كلاعب محترف للكرة الطائرة خلال الفترة من 1/11/2020 حتى 1/6/2021 يعني 8 شهور. كمان تم النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية من 1/7/19 حتى 30/6/2020 وبرنامج النشاط وخطة العمل المالي الجديد وتقرير المراقب الحسابات، كل ده عشان يعرض على الجمعية العمومية إن شاء الله. كمان تم عرض الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية تمهيدا أيضا للعرض على الجمعية العمومية، والتقرير المالي كمان من 1/7/19 حتى 30/6/2020، وكمان مشروع الموازنة المقترح للعام 2020. دي كانت مجموعة من القرارات اللي اعتمدها مجلس الإدارة. كمان في موضوعين مهمين جدا يتعلقوا بالحقيقة رغبة النادي الأهلي في أن يظل في المقدمة وقائد ورائد المنظومة الرياضية بإدارته الرشيدة والحكيمة. الأول ما يتعلق بالمتابعة الدؤوبة والدقيقة لأعمال الإنشاءات غير المسبوقة اللي بتتم الحقيقة في النادي الأهلي سواء في المقر الرئيسي أو في فروعه المختلفة. النهاردة وفيما يتعلق بالفرع الرابع للنادي الأهلي في القاهرة الجديدة اللي بيقام فيه التجمع الخامس، المهندس سامح علي كامل قدم عرض
عظيم جدا يتعلق بمعدل الإنشاء في الفرع بعد ما تم الانتهاء من البنية الأساسية تماما. المرحلة الأولى اللي تم اعتماد 98 مليون جنيه ليها الحقيقة، وبتشمل أكاديمية لكرة القدم بالإضافة لمبنى اجتماعي وملاعب سلة وطيرة ويد والأسوار والبوابات، كل ده إن شاء الله يخلص في شهر 6 ويتم افتتاح الفرع. المجلس كمان كان حريص النهاردة أنه يلحق المرحلة الثانية بالمرحلة الأولى علشان يكون في تواصل، واعتمد للمرحلة الثانية مبلغ كبير جدا للانتهاء من كل الإنشاءات، وبالتالي يقدر أعضاء الفرع القاهرة الجديدة الاستمتاع بمنشآت النادي المقام على 50 فدان في مكان متميز جدا. المبلغ اللي تم اعتماده قد إيه؟ هو 225 مليون جنيه. المرحلة الثانية كمان هيلحق بيها إن شاء الله إنشاء مجمع حمامات سباحة كبير، وبالتالي تكتمل منظومة فرع القاهرة الجديدة المقام في التجمع الخامس، ليكون أيضا يعني صرح رياضي كبير يضاف إلى منشآت النادي الأهلي، بالإضافة إلى ما يتم الحقيقة من جهد دؤوب في الفروع المختلفة. تابعنا مدينة نصر واللي حصل فيها، الشيخ زايد والنهضة اللي فيها من سكواش وكاراتيه ومبنى اجتماعي وشهر عقاري وغيره، بالإضافة للجزيرة اللي هيتم افتتاح البوابة الرئيسية بيها في شارع صالح سليم المطل على مرسى النادي الأهلي يوم 15 فبراير، يعني بعد أقل من أسبوع من الآن، في إطار التطوير اللي بيشهده النادي وفي إطار إلزام مجلس الإدارة الحقيقة لنفسه بتنفيذ خطة النادي الأهلي وبرنامج عائلة النادي الأهلي. في نفس الإطار الحقيقة برنامج عائلة الأهلي، المهندس محمد سراج كان عنده مشروع اشتغل عليه بتكليف من كابتن محمود الخطيب يتعلق بالإدارة الرياضية وإزاي نتعاون مع كبريات الجامعات، وده دور النادي الأهلي ومسؤوليته الحقيقة في رفع الثقافة لدى العاملين في الوسط الرياضي، وتقرر البدء في إعداد مشروع بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة ريال مدريد في إسبانيا يتعلق بتدريس برامج في مجال الإدارة الرياضية المختلفة، وتمنح شهادات للمنضمين لهذا البرنامج. وده الحقيقة موضوع في غاية الأهمية، وبيؤكد حرص النادي الأهلي على الأخذ دايما بأسباب التقدم العلمي وإيمانه بأنه الرياضة أصبحت صناعة مهمة جدا وعلم كبير يمكن الاستفادة منه ورفع الحقيقة المستوى التعليمي والثقافي زي ما قلنا في الوسط الرياضي، وتحقيق أيضا عائد استثماري من خلاله. ويعني فكرة التعاون مع جامعتين الحقيقة بيشار ليهم بالبنان على مستوى العالم، مش بس في منطقة البحر المتوسط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكمان جامعة ريال مدريد بإسبانيا، ده عمل عظيم، وهو ده يعني دأب النادي الأهلي وعهدنا به الحقيقة وبإدارته المختلفة اللي بتضعه دايما في المقدمة. من المتوقع بدء تدريس هذه البرامج والإعلان عن كل تفاصيلها وتوقيع البروتوكول يعني في مطلع العام القادم أو في منتصف العام القادم، منتصف العام القادم يتم البدء للدراسة يعني، لكن التقديم هيكون قبل كده إن شاء الله. موضوع أخير وهو الخاص بالعضويات، يمكن جمهورنا وأعضاء النادي الأهلي كانوا فاكرين أنه كان في قرار للجمعية العمومية المنعقدة العام الماضي بالموافقة على المقترح اللي قدم بشأن رفع قيمة الاشتراك العضويات في النادي الأهلي، سواء العضوية العاملة اللي هي 500 ألف جنيه حاليا أو عضويات الفروع الشيخ زايد كان 175 ألف وفرع القاهرة الجديدة في التجمع الخامس 200 ألف. الحقيقة أنه سيتم العرض مرة أخرى على الجمعية العمومية، جائحة كورونا الحقيقة دفعت مجلس الإدارة لاتخاذ قرار عظيم جدا للتسهيل على الناس في ظل قلة الموارد والظروف الاقتصادية اللي مرت بها مصر والعالم كله بإرجاء تنفيذ هذا القرار، كان مفترض أنه يطبق هذا العام، فكان في موافقة وأيضا الجهة الإدارية وافقت على طلب مجلس الإدارة بإرجاء تنفيذ هذه الزيادات. المجلس تقدم بمقترح للجمعية العمومية القادمة على أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادات اعتبارا من 1 إبريل 2021، فبالتالي احنا عندنا تقريبا 4 شهور لمحبي النادي الأهلي والراغبين في الانضمام إلى عائلة النادي الأهلي إن هم ينضموا خلال هذه ال4 شهور بالأسعار القديمة اللي هي 500 عضوية كاملة، 175 شيخ زايد، 200 القاهرة الجديدة أو التجمع الخامس. طيب العضويات الجديدة هتكون إزاي؟ العضوية العاملة الكاملة هتكون 750 ألف جنيه للمؤهل العالي، ما دون المؤهل العالي 1,000,000 جنيه، الشيخ زايد هيبقى 250 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالي، ما دون المؤهل العالي 600 ألف جنيه، وأيضا القاهرة الجديدة نفس الرقم 250 ألف جنيه للمؤهل العالي و600 ألف لما دون المؤهل العالي. هذه الزيادات المفترض أن الجمعية العمومية هتوافق على تطبيقها
على مقترح مجلس الإدارة اعتبارا من 1 أبريل 2021. والحقيقة أن هذه الأرقام غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، لأنه الحقيقة أن القانون والدولة أقرت ضريبة قيمة مضافة على هذا النوع من الاشتراكات، وهو حق للدولة بيضاف نسبة 14% لهذه المبالغ. شاهد في هذا الأمر أنه كان فيه الحقيقة رغبة ملحة لدى الكثيرين من أعضاء أعضاء الأسرة المصرية بقى أن يصبحوا أعضاء في أسرة النادي الأهلي وينضموا إلى عضوياته المختلفة، سواء العضوية العاملة أو عضويات الفروع، فبالتالي عندهم فرصة كبيرة خلال الشهور الأربعة المقبلة أن هم يستفيدوا من العروض الموجودة ومن التقسيط وكمان من الاشتراكات القديمة، لأنه بدءا من 1/4 هذه الأرقام ستزيد بالنسب اللي قلنا عليها. أخيرا مجلس الإدارة، عشان أسيبكم تستكملوا يعني الحقيقة حواركم الراقي في إطار تقليد أيضا داخل المجلس، وزي ما بنقول عيلة الأهلي دايما والجميع على قلب رجل واحد، في عدد من أعضاء مجلس الإدارة كان تاريخ ميلادهم أو عيد ميلادهم في شهر نوفمبر، وهم السيد الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، دكتور مهند مجدي، والنائب محمد الجرح اللي بنهنيه الحقيقة بفوزه في انتخابات مجلس النواب. كان عيد ميلادهم النهاردة، والمجلس كان حريص بقيادة الكابتن محمود الخطيب أنه هو يعني ينظم ليهم احتفال رقيق على هامش اجتماع مجلس الإدارة. ده كل اللي عندنا النهاردة الحقيقة بعد اجتماع مجلس الإدارة. بشكركم، وكلنا أذن صاغية لمتابعة البرنامج وفقراته المختلفة. أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، بنشكرك شكرا جزيلا. أستاذ محمود، سريعا أخذ تعليقات حضرتك على طبعا في قرارات مجلس إدارة النهاردة بما يخص طبعا حاجتين مهمين جدا، استكمال الإنشاءات طبعا وحرص مجلس الإدارة على الإنشاءات بشكل كبير جدا، وبما فيها وسمعنا الأستاذ شريف بيقول حتى بوابة نادي الجزيرة إن شاء الله خلاص ناقص أقل من أسبوع وتفتتح. كان في طبعا الجراج اللي في مدينة نصر، كمان المهم جدا التجمع الخامس، التجمع الخامس تقريبا الانتهاء من 85% من البنية الأساسية الحدث الأكبر للمرحلة الأولى، طبعا. ورصد حوالي 225 مليون للمرحلة الثانية علشان يكون صرح جديد لمشروع النادي الأهلي، يعني دمج المرحلة الثانية مع الأولى عشان يبقى خلاص دخول بقى الأعضاء، والافتتاح اعتقد الجزء هيبقى في شهر يونيو اللي جاي، شهر يعني شهر ست شهور من النهارده ان شاء الله باذن الله. لا ده هو ده الحدث المهم، وده المشروع الابرز لمجلس الاداره الحالي اللي هو افتتاح فرع التجمع الخامس، يضاف للانشاءات التكميليه اللي بتتم في فرع الشيخ زايد ومدينه نصر والجزيره، مع التطوير الشامل لفكره ايه بوابه نصر الاهلي، اللي هي البوابه تبقى الاشهر تدي طابع الاهلي، ان خلاص اي حد عدى من غير ما اشوفه يعرف انه كان معدي على النادي الاهلي، الناس اللي ما تعرفش ايه المعالم الواضحه. لا شك انه خطوه مهمه جدا اللي هو افتتاح فرع التجمع الخامس، لانه هيضيف لاسره الاهلي الكثير والكثير من المحبين والعشاق. فرع التجمع الخامس مهم جدا، خلاص انت خلاص داخل في بتمتلك الفرع الرابع غير الافرع اللي بيتم تجهيزها على مستوى محافظات الجمهوريه. المساله لم يعد النادي الاهلي انه الكيان كبير مؤسسي العمل المتواصل الباحث عن ارضاء كل عشاقه ومحبيه في كل المحافظات، وده خطوه مشروع بيتم تنفيذه بهدوء كبير جدا من تواجد الاهلي في كل مكان. الحاجه المهمه جدا بالاضافه للتجمع الخامس كابتن هاني اللي هو فكره الاكاديميه. والدراسة يعني عاوز أقول والبحث، وشوف ريال مدريد وصل لغاية فين، وتعمل الأكاديمية الإدارة الرياضية طبعا قال على يعني إيه ده بقى النقلة بقى الخطوة اللي أنت منتظرها اللي هي تطلعك بقى الحتة بقى تانية بقى. ده شغل كويس جدا، في عمل دؤوب بيتم فيه التنفيذ، طبعا مش هيتم في يوم وليله، هياخد يحتاج وقت كبير جدا. اعتقد كل ده مهيئ انه يبقى موجود في كلام عن انشاء اكاديميه الاهلي كبيره جدا في الشيخ زايد. لا في عمل متواصل، اعتقد ان شاء الله يمكن مع انتصاف العام المقبل ان شاء الله هتبقى في حاجات كثيره جدا في الاهلي اتغيرت بشكل الافضل ان شاء الله. ده شيء والله يسعدنا جدا، ويعني الواحد يعني كل يوم بيزيد فخر بالنادي الاهلي، لان على مستوى زي ما انت بتتكلم على مستوى الانشاءات، انشاءات على اعلى مستوى، بتتكلم على حتى
يمكن حريص كمان النادي الاهلي ان هو بجانب الانشاءات كمان الكوادر، وانك بتبني كوادر على زي ما انت بتقول انت خلاص بقى اللي بيعمل كل ده هو البني ادم. لو هتطور البني ادم كمان هيبقى الامور بتروح في حته ثانيه. مهم جدا فكره الاكاديميه دي، انك تصنع كوادر رياضيه بالدراسه وبالعلم وبسال بعثات واستعانه بناس من الخارج تدرس وتعلم، هتبقى يعني هتدخل في سك في حاجه احنا محتاجينها. صحيح. انت محتاج تنقل الاداره الرياضيه بفكر الاستثماري والدراسه والعلم، هيبقى لها وضع مختلف طبعا. صحيح. لا يعني نتمنى طبعا التوفيق لمجلس الاداره ان شاء الله، وباذن الله يتوج كل دوت يوم 27 نوفمبر ان شاء الله بالبطوله الافريقيه. ان شاء الله باذن الله. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا، وان شاء الله على لقاء قريب باذن الله. شكرا ليك. شكرا جزيلا. بعد الفاصل معانا الكابتن الكبير محمد حليم نجم حرس الحدود، انتظرونا. في الفقرة دي معانا واحد من أهم النجوم اللي تركوا بصمة في تاريخ الكرة المصرية. صحيح ما لعبش لا للأهلي ولا للزمالك، بس هو واحد من اللعيبة اللي لعبوا في عدد كبير جدا من المباريات على مدار مشواره الطويل، وكانت كل المباريات دي بقميص فريق حرس الحدود. فريق حرس الحدود اللي عاصر جواه هو أجيال كتير. معانا النهاردة في البيت الكبير الكابتن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود، واللي قدر الحقيقة أنه يؤكد السنة دي أنه صاحب فكر على الرغم من النتائج اللي ما خدمتوش يمكن مع الفرقة اللي هبطت للدرجة الثانية. كابتن محمد حليم مساء الخير. مساء النور. مساء النور حضرتك وعلى كابتن هاني طبعا ولكل المشاهدين. مساء الخير يا حليم. نور كابتن هاني، منورنا. نور كابتن هاني، ربنا يخليك. اهلا بيك طبعا في البيت الكبير. وزي ما قالت سهام، يمكن مشوارك خلال مشوار التدريبي خلال السنه دي كان في اب اند داون، يعني كان في صعود وهبوط، لكن احنا شايفين انك حققت حاجه كويسه جدا جدا، وعندنا شويه ملفات كده نتكلم عليها، حرس الحدود، رؤيتك للدوري، كل الحاجات ديت ان شاء الله هنتكلم عليها. بس معانا تقرير يخص الكابتن محمد حليم، نشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم. نجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير في موسمه الأول في منصب المدير الفني، بعد أن ظهر فريق حرس الحدود معه بصورة قوية قبل أن يرحل عن الفريق في خضم منافسات الموسم بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة والتي لم تتحسن بعد رحيله. المدرب الشاب المتميز محمد حليم. ولد محمد حليم في 2 يناير عام 1977، وارتبط خلال مسيرته الكروية كلها بفريق حرس الحدود على الرغم من الفرص الكثيرة التي واتته للرحيل عن النادي، لكنه ظل مرتبطا بالنادي العسكري طوال مسيرته التي استمرت لنحو 15 سنة في رداء قميص الفريق الكروي الأول بالنادي الحدودي العريق. وخلال هذه الرحلة خاض حليم 384 مباراة كأحد أكثر اللاعبين مشاركة مع فريق واحد في الكرة المصرية، وسجل خلال هذا المشوار 20 هدفا. وعقب الاعتزال عمل محمد حليم في الجهاز الفني لفريق حرس الحدود، ثم تم الاعتماد عليه في منصب المدير الفني، لكن النتائج جاءت أقل من مستوى طموحات مجلس الإدارة، فضلا عن موسم صعب ومضغوط في ظل جائحة فيروس كورونا، مما دفعه للرحيل عن النادي وتعيين طارق العشري مديرا فنيا. لكن النتائج لم تتحسن أيضا، وعاد مجلس إدارة النادي إلى محمد حليم من جديد، لكن الوقت لم يسعف لانتشال حرس الحدود من الهبوط إلى دور المظاليم. في كل الأحوال ظهر محمد حليم بصورة جيدة في منصب المدير الفني لأول مرة في مسيرته، وأكد أنه مدرب قادم على الطريق وإن كانت النتائج ليست على المستوى المأمول.
رجعنا مع حضراتكم كابتن محمد حليم. حليم، يعني قبل ما اخش في حرس الحدود والموسم اللي فات او يعني توليك المسؤوليه على مستوى المدرب العام ثم الرجل الاول ثم رحيلك ثم عودتك تاني، خلينا نتكلم على رقم في التقرير لفت نظر جدا. قليل جدا في مصر تلاقي لعيب بيقعد 15 سنه في نادي واحد، وعايز اعرف سبب ارتباطك قوي بحرس الحدود وعدم انتقالك رغم كان في فرص تتنقل لبعض الانديه في الدوري، لكن تمسكك بحرس الحدود بشكل كبير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كابتن هاني، حرس الحدود انا اعتبرته بيتي، انا من النوع العاطفي شويه، كنت بتعامل بالعاطفه بشكل كبير جدا. رحت نادي حرس الحدود من 99، بطلت موسم 2015، قعدت ثلاث مواسم في الممتاز به مع حرس الحدود، كان باسم السواحل اياميها مع كابتن محمد عمر، كانت البدايه، وبعدين كابتن طارق العشري. صعدنا موسم 2002، يعني ارتبطت بالنادي ارتباط كبير جدا، حسيت ان هو بيتي. حتى لما يعني حصل فرص ان انا اطلع، يعني كنت حتى بروح يوم ما اقدرش اكمل، ارجع تاني على طول. يعني رحت قبل كده؟ يعني رحت مع كابتن حلمي تورون اتصابت مره، يعني اتفقت معاهم وخلاص وخلصت كل حاجه، ما قدرتش، رحت راجع مع كابتن طلعت يوسف بثلاث اضعاف المبلغ في تليفونات بني سويف، ثلاث اضعاف المبلغ. قعدت يومين معاه في التمرين ورجعت تاني، ما قدرتش خالص والله. فكان عندي 36 سنه كمان، ومجدد معاهم سنتين واخد ثلاث اضعاف المبلغ، رجعت مره ثانيه. كنت مرتبط كبير جدا بالنادي. يعني عاطفيا، يعني من النوع العاطفي شويه، كنت مرتبط ارتباط، يعني حاسس ان انا مش بره حرس الحدود، مش هحيا. لا، لما تعرض عليك فكره انك تكون رقم واحد في الجهاز الفني، ما جاش على بالك انه انا لسه صغير، لسه محتاج خبرات؟ في بعض الناس اللي كانت ممكن تشوفها ريسكي شويه، مجازفه، ما فكرتش في ده؟ وانت بالعكس، يعني انا شفت ان انت مسكت في الفرصه واستفدت منها اكيد يا كابتن محمد، بس ده ما قلقكش في الاول؟ والله هو صغير، يعني في مصر بس بقول صغير، يعني في مدربين 34 سنه و36 سنه قاموا بدور الراجل الاول. يعني انا شايف ان يعني 43 سنه وشهر واحد الجاي 44 سنه، يعني انا شايف ان سن مناسب جدا جدا. ما خدتش فرصه دلوقتي، يعني ما فيش، يعني مصر بالذات اخدين فكره كبيره جدا ان المدرب لازم يبقى شعره ابيض ومخضرم عشان خاطر يمسك فرقه. بالعكس، بس يعني اعتقد برضه حليم، خلينا نتكلم بكل امانه، الفتره اللي فاتت في لا، وهنتكلم في الملف دي شويه، في بعض اللاعبين الصغيرين بيطلعوا، لكن خلينا نتكلم على حرس الحدود نفسه. حرس الحدود انا شايف ان كان موسم متذبذب جدا، وعايز اسمع منك انت ايه الاسباب الحقيقيه لسقوط حرس الحدود للممتاز به. والله الاسباب اسباب كتير طبعا. احنا بعد طبعا توقف كبير جدا بسبب جائحه كورونا، 4 شهور ونص، فتره اعداد 5 اسابيع غير كافيه تماما للاعب المصري. كابتن هاني حضرتك عارف الكلام دوت، يعني بس ده على الكل برضه، على الكل. انا مع حضرتك، يعني ده مش استثناء، مع ناس عندها امكانيات بشريه كبيره، يعني لعيبه. احنا مشكله ما جبناش لعيبه صراحه في اول الموسم، يعني التحضير لاول الموسم ما كانش اللعيبه يعني كان عندنا اعداد قليله جدا، وكانت اعارات كتيره برضو، 7 8 اعارات اثروا طبعا على الفرقه. لما مشوا دلوقتي، يعني انا دلوقتي هقول لحضرتك ان معايا، انا هاجي لك انت هتعمل الفتره مشكله هي يعني ماتشات كل يومين او كل 3 ايام، ما معكش عدد من اللاعبين، دي بتاثر بشكل كبير جدا. لما تعتمد على نفس اللعيبه 14 15 لعيب بتلعب مثلا ماتش كل 3 ايام وكل يومين، دي بتاثر بشكل كبير جدا. اثرت علينا بشكل كبير جدا، اضافه طبعا لعدم التوفيق في ماتشات كتيره جدا. حضرتك شفت يا كابتن هاني، يعني ماتشات كتير جدا، يعني ليك هتتخيل بلعب مباراه الاتحاد او الاسماعيلي، وبعدين الاتحاد بيجي لي 5 ضربات جزاء ما بكسبش الماتشين، 5 ضربات جزاء في ماتشين، بضيع 3 ضربات جزاء في يوم ما بكسبش الماتشين، بيخش فيها اهداف في الدقيقه 97 ببقى كسبان 1-0، اتعادل 1-1، ابقى متعادل 1-1 يخش فيها جون في الدقيقه 97 مع نادي المقاولين، 2-2 ورا بهاجم هكسب وليا ضربه جزاء يخش فيها جون في الدقيقه 97 برضو. كنت حاجات غير طبيعيه، يعني ممكن تموت اي مدرب يعني. بس انت مشيت في مباريات الحسم لحرس الحدود، اكيد كنت بتتابع الفريق من بره طبعا. ايه اللي كنت بتشوفه؟ يعني ايه اللي كان انت لاحظته مش من يعني وانت موجود مختلف عن وانت بره الفريق؟ والله سؤال صعب. طيب ليه؟ طبعا كابتن طارق طبعا ده استاذي، يعني طبعا الراجل كان ليه فضل كبير جدا عليا طبعا، هو اللي عمل الفرقه دي. لسه متخاصمين؟
لا عمري ما اتخذلت كارت طارق خالص فعلا؟ خالص. مين اللي قال لي ان انا اتخذلت كارت طارق؟ ده يعني سمعنا كده طراتيش كده. لا لا خالص، لا خالص. كابتن طارق طبعا ده ليه فضل كبير جدا عليا، ده هو هو اللي صعدني مع الفرقه، وهو اللي قعد مع كابتن حلمي طولان لما جه مع كابتن حلمي طولان، هو اتمسك بيا جدا، فالراجل ليه فضل كبير جدا عليا كابتن طارق طبعا. كنت شايف المباريات ازاي من بره لما مشيت؟ طبعا لا، هم بعد كانت اول مباراه من بعد ما انا مشيت بيومين لعبوا انبي وعملوا مباراه كويسه جدا، كانت روح كويسه جدا، بس انا حسيت بعديها ان يعني بقى في فتور شويه في الفرقه، والفرقه قلت نسبيا، يعني الحماس قل نسبيا مش عارف ليه، مع ان الفرصه كانت لسه مواتيه لينا. اضافه برضو بعض الاخطاء حصلت تحكيميه، حصلت في مباراه الجيش نجيب جون في الدقيقه 92، الحكم يرجع للفار بفاول قبليها بدقيقه، وبعدين ماتش اسوان نفس القصه، فكانت حاجات حصلت غريبه في الماتشات كلها، بس انا حسيت ان كان في شويه فتور في الاداء شويه في الماتشات اللي بعد ماتش انبيا. طب خلينا نتكلم بكل امانه ونتكلم بكل صراحه، انا شايف من وجهه نظري انا اتفرجت على الماتشات، يعني انت بعد طبعا هو رحيل الكابتن طارق العشري، هو رحل عشان رايح النادي المصري بالظبط، وانت توليت المسؤوليه بشكل كامل. انا في اعتقادي الشخصي انا شفت مباريات المستوى الفني كان افضل كاداء من فترات طويله لحرس الحدود، طريقه اللعب اختلفت شويه، احنا عارفين طبعا طريقه الكابتن طارق العشري بتعتمد على نقل الكره باسرع ما يكون في ثلث ملعب الخصم. شفنا كره مختلفه شويه، شفنا بتبدا شويه من تحت، يعني بتبني، شايف ان كمان في طبعا انت بقالك فتره طويله في النادي، بس كان في انسجام واضح ما بينك وبين اللعيبه وشكل الاداء اختلف. ده من وجهه نظري، ايه اللي انت عملته علشان تعمل الجزئيه دي؟ هل غيرت من اسلوب اللعب؟ لان احنا شفنا كوره مختلفه، النتائج ما كانتش وحشه قوي لكن ما ساعدتكش بشكل كبير، لكن ايه اللي عملته مختلف في دورك كمدرب عام ولما توليت المسؤوليه كرجل اول؟ الحمد لله كابتن هاني، انا كنت قريب جدا من اللعيبه، اللعيبه كانت علاقتي بيها قويه جدا، يعني انا كنت اهم فتره بالنسبه لي ان هم، او اهم فكره بالنسبه لي ان هم يصدقوا ان هم يقدروا يلعبوا كوره، يبداوا، لان انا قناعاتي ان اي حاجه ملهاش بدايه ملهاش نهايه، لازم تبدا وتطور وتنهي عشان خاطر الشكل العام. معنى كده انت ما كنتش مدرب عام، ما كنتش مقتنع بطريقه الكابتن طارق العشري؟ الكابتن طارق ليه فلسفته طبعا، فلسفته نجح بيها في انديه كتيره جدا، وهو عارف ممكن يكون عنده قناعات معينه، مش يعني ساعات كنت بتتكلم معاه طب نحاول نبدا، ولا انت خلاص يعني الموضوع بالنسبه لك بقى ده سيستم وبتسيستم اللعيبه على الكلام ده، ولا حاولت معاه وقت من الاوقات يا كابتن ليه ما نبداش من تحت عندنا قدرات؟ بصراحه ما حاولتش. لان اصلا يعني كابتن طارق كان بيجي بجهازه، كمان كابتن طارق كان بيجي معاه جهاز احنا كنا كابناء النادي، كنت انا وكابتن مكي موجودين، فكنا مكملين معاه وكنا بنساعد طبعا بما يرضي الله طبعا، وحاولنا طبعا كنا بنقول ارائنا الفنيه في اللعيبه والكلام دوت، طبعا كابتن تفتح بالراي الاول والاخير طبعا، انما انا يعني كابتن طارق نجح بطريقته، وهو عنده فلسفه ان معظم المدافعين يعني ما بيعرفوش يبنوا الكوره كويس من تحت وحراس المرمى، فكان بيخاف الكرة تقطع كابتن طارق، فبيعمل ريسك كله في الناحيه الثانيه في نص الملعب الثاني، ما حدش قلت فدي كانت فلسفتي، انا كانت فلسفتي انا يعني اللعيبه تقدر تبني، وصلت لهم الاحساس. الحمد لله، وهم اقتنعوا تماما وقدروا، وفي لعيبه يعني الحمد لله ظهر بشكل كويس جدا معايا، عشان هم كانوا على ارتباط او في علاقه طيبه ما بينك وما بينهم، وانت خلقت الروح ديت ما بينك وما بينهم. مش عايز اجيب سيره اسماء تانية، بس انت كان في العلاقه ديت شفناها. طبعا اللعيب انا قريب منهم الحمد لله في السن وكده، وفي بعضهم لعبت معاهم في الملعب، يعني الحمد لله عملنا علاقه كويسه، وقعدنا كلنا في مكان واحد بسبب احداث كورونا فتره كبيره جدا، 5 اسابيع قعدنا في مكان واحد كلنا، ما كناش بنتحرك مع بعض. المعسكر معسكر كان كامل، يعني ودي كانت من الحاجات الكويسه اللي عملها مجلس اداره النادي، ان في انديه كتير في مصر ما عملتش كده، كنا يعني وقفنا، يعني اللعيبه كانت قاعده كلها في مكان واحد، كنا على طول اكلنا وشربنا وحياتنا كلها مع بعض 5 اسابيع، حصل ارتباط عاطفي كبير جدا بيننا وبين بعض. فلما بيحصل الارتباط العاطفي ده، اي معلومه بتقوليها او تقولها للعيب، اللعيب بيتقبلها بسهوله، وعايز يقتنع ان هو لعيب كوره كويس، فهو اقتنع وصدق فادى بشكل كويس. عملته بشكل كويس بصراحه جدا جدا. في الغالب اي فريق ما بيحققش الهدف بتاعه بيبقى اللوم الاول على المدير الفني، في حالتك انت يا كابتن محمد يمكن كان في اسباب اخرى
هل انت يعني ما كانش عليك كل اللوم، كان في اسباب تانية اكيد، انت بتحمل نفسك جزء من المسؤوليه دي ولا لا انت مالكش علاقه بالقصه دي لان انت ما حضرتش اغلبها؟ مش حاجه اسمها ماليش علاقه، لازم طبعا اي مدير فني مسؤول عن اللي حصل، يعني اي خساره يعني مدير فني بيبقى مسؤول، يعني شال جزء منها اكيد طبعا اكيد. احنا كل اي حد مسؤول عن مكان بيبقى بيحصل فيه عدم توفيق بيبقى هو يعني مسؤول مسؤوليه كامله. ان هو نفسك ايه من المسؤوليه دي، انه الحرس يهبط للقسم الثاني؟ لا، ممكن مره اكون عملت تغيير غلط، ممكن مره اكون ما حصلش معايا توفيق. لا بس خلي بالك برضو حليم، يعني الموضوع المسؤوليه دي بتبقى دايما، خلينا نتكلم بكل امانه، المدير الفني هو اللي بيشيل المسؤوليه كامله، لكن بيكون في ظروف صعبه بتمر، في اصابات، في عدم توفيق حتى للعيبه، في عدم توفيق للمدرب. لكن انا شفت ان يعني وانت توافقني الراي ولا لا، في قصه مدرب رايح جاي، ده اللي هتكلم عليه، اللي هو انت رحت، يعني انت كنت موجود كرجل تاني وبعدين توليت المسؤوليه كرجل اول. اعتقادي الشخصي الاستمراريه كرجل اول انا في اعتقادي كان الافضل من ناحيه وجهه نظر الشخصيه، انا بقول لك كرايي واحد بيشوف الدوري. استمرارك في كرجل اول كان ممكن يكون ليه عامل ايجابي اكتر. كابتن طارق ليه كل الاحترام طبعا، لكن عوده الكابتن طارق وانت رفضك تكون الرجل التاني تاني او ترجع للمدرب العام، يعني كان ليها اسباب واضحه بالنسبه لك، انك انت بتقول كابتن طارق واشتغلت معاه وهو اللي اهلني، فبعد ما مسكت كمدرب او مدير فني رفضت تلعب دور الرجل الثاني. انا اتعودت في حياتي يا كابتن اني اما اخد خطوه لقدام اما ما ارجعهاش مره ثانيه. ف كابتن طارق بامان بكل امانه لما رجع المره الثانيه يعني اتكلم معايا كتير جدا ان انا اكمل معاه في الجهاز وكده، فانا يعني اصريت اصرار تام، يعني قلت له يا كابتن انا دلوقتي اخذت خطوه لقدام، المفروض انت تساعدني فيها، ما ارجعش فيها تاني، وبعدين بتمنى لك كل التوفيق وانا مع النادي ومع الفرقه مشجع من المدرجات لغايه ما الفرقه تقف على رجليها مره ثانيه. فانا من نوعيه خلاص انا خلاص ما قدرتش بقى خلاص الدور الرجل الثاني خلاص، خلاص انت كنت ماسك الفرقه بشكل كويس، بالظبط حتى نظره اللعيب ليا هتختلف. وانت بتدي صاحب قرار، صاحب توجيه للعيب، توجيه اللعيب، راي الكلام دوت، ما ترجع تاني للعيب هيبص لك نظره تانية، هتسقط نظر اللعيب. وانا ما كنتش مقتنع بالكلام ده تماما، يعني في ناس كتير جدا حاولت تقنعني ان انا ابقى موجود، بس انا يعني الحمد لله يعني قراري كان يعني كان هو الاصوب الحمد لله. يعني ده حقيقي برضه. ايه المسؤوليه اللي انت بتحملها لنفسك في انه حرس الحدود يهبط يا كابتن محمد؟ انا كابن من ابناء نادي حرس الحدود طبعا يعني لازم اتحمل المسؤوليه طبعا، ان احنا نزلنا، ان احنا كان في فرصه ان احنا نبقى موجودين، يعني احنا كنا احسن من فرق كتير جدا في الدوري بالذات بشهاده الناس كلها، فترات طويله جدا كنا احنا احسن، بدليل اخر ماتشين لعبناهم، كمان ماتش الزمالك وماتش الجونه، يعني ماتش الزمالك ما كناش نخسر فيه خالص بكل المقاييس، كنا عاملين مباراه كويسه جدا، كاسبين 1-0 ولينا ضربه جزاء في اخر مباراه بشهاده الناس كلها بشهاده كل خبراء التحكيم. بس يعني دايما كابتن حليم دايما حرس الحدود يعني قدام الاهلي والزمالك والمقاولين وبيراميدز بيأدي بشكل جيد، خلينا نتكلم. ممكن النتائج ما تكونش او خبرات ما تساعدكش ان انت تعمل نتيجه، لكن مع الفرق اللي في نفس الليفل، وده شفناه يمكن حتى مباراه اسوان كان مباراه مهمه جدا بالنسبه لحرس الحدود، انت طبعا ما كنتش موجود كمدير فني، بنلاقي الاداء بيقل شويه، ويمكن ده اعتقد ممكن يكون سبب واضح ان هو بتلعب مع الليفل بتاعك بشكل اقل ما بتلعب مع الليفل الاكبر. يعني تفرق في الدوافع يا كابتن، انت عارف حضرتك الدوافع لما يكون بتلعب اهلي او زمالك اللعيب بيبقى مركز 200% او فرقه كبيره بيبقى مركز 200%، بيجي فرقه طبعا في نفس الليفل ممكن دوافع الفرقه الثانيه بتبقى اعلى، ان هو ممكن بيلعب حرس الحدود، اللعيب بتاع حرس الحدود ممكن يقول ان ده لعيب مثلا اسوان ممكن انا اعلى منه في الليفل والكلام دوت، ما بيحضرش نفسه، ما بيحضرش نفسه كويس خالص، وما بيركزش التركيز اللي هو بتاع الماتش اللي المفروض بيبقى ماتش، المفروض 3 بونت دول اهم من 3 بونت بتاع الاهلي والزمالك، الناس صحيح كلها حاطه في دماغها 3 بونت الاهلي والزمالك دول رايحين، فبينزل اللعيب بينزل ممكن في دماغه خلاص انا امتع نفسي وامتع الناس والعب كوره كويسه عشان اظهر نفسي بشكل كويس، من غير ضغوط، بيلعب من غير ضغوط خالص. بدليل مباراه الجونه لعيبه عندنا لعبوا من غير ضغوط، عملوا مباراه كويسه جدا وكسبوا الجونه في الجونه، حاجه طبعا انت لو كنت مضغوط ممكن اقول لك النتيجه ما تبقاش كده صحيح.
ماتش الزمالك نفس القصه، ماتش الاهلي نفس القصه، عمل مباراه كويسه جدا ونفس القصه. انما اللعيب لما بيلعب من غير ضغوط بتفرق معاك بشكل كبير جدا. اللعيب لما يحس ان الفرقه اللي قدامه نفس الليفل او اقل منه بينزل شايف نفسه بلغه الكوره بشكل كبير جدا. فادك ان انت مدرب شاب فبتوصل للعيبه يعني بشكل اسرع، نفس الدماغ تقريبا، عكس المدرب المخضرم ممكن المشاكل تدخل، وده شفناه يمكن مع مدربين كتار. فادك ان انت شاب محمد في التوقيت ده مع كمان حرس الحدود اللي انت يعني بتعتز بيه قوي. طبعا زي ما قلت حضرتك يعني قربي من اللعيبه وقرب سني من اللعيبه ولعبي مع بعضهم طبعا فادني بشكل كبير جدا. اللعيبه كان بيني وبينها علاقه قويه جدا، واللعيبه كانت بتتقبل الكلام وكانت بتساعد كمان، كان في بعض اللعيبه يعني بربها مني كان بيساعدني في الملعب بشكل كبير. عشان صغر سنك ولا علشان انت دي طريقتك او هو ده اللي اتعلمته يمكن من مدربين مروا عليك؟ دي ودي، انا الاثنين مع بعض. دي طريقتي واسلوبي. انا بحب ابقى قريب من اللعيب، احب اللعيب، اريح اللعيب جدا، وادام يبقى ادام مقتنع تماما ان اللعيب عليه واجبات وليه حقوق، فبدي له حقوقه كامله عشان خاطر يقوم بواجباته كامله. تمام. برتبط جدا عاطفيا بالفرقه بتاعتي. ترتبط عاطفيا بيه؟ لا ده مهم. انت شكل قلبك اللي بيحركك غالبا. غالبا. لا بس ما هيوديك في داهيه بقى. لا 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 مدرب ما تعتمدش على قلبك. بس عمره ما هيقدر يغير الموضوع ده. لا خلي بالك، في التدريب ممكن يكون هو طبعا المعادله اللي دايما بنتكلم عليها ان تبقى قريب من اللعيبه وعلاقتك كويسه باللعيبه بشكل كبير. بنشوف يورجن كلوب، بنشوف مدربين كبار، لكن في الجزء الثاني ان هو على جنب شويه يعني في خط احمر بين اللعيب مش عمره ما تعداه. بالظبط يعني. لا طبعا. لا يعني كمان حتى في عمليه الاختيار، عمليه وجودك في ال11، ما انا عارف المشاكل اللي بتقابلك طبعاً. يعني من ضمن كلامك وانت بتتكلم انت يعني استعدادك بقى للموسم اللي جاي ازاي، وانت قلت كمان انت معاك كام لعيب لغايه دلوقتي؟ طمني عليك. والله بص يا كابتن هاني، يعني بشكل عام طبعا الوقت ده ضيق جدا، من اصعب المواسم اللي هتقابل الناس في مصر، خصوصا الثلاث فرق اللي هبطوا هيبقى عندهم مشكله كبيره جدا، لان عشان تجهيز لموسم جديد بلعيبه جديده. معظم اللعيبه مشهم، معظم كان عندنا حوالي 7-8 اعارات. تمام. اضافه الى 8 لعيبه طبعا تم الاستغناء عنهم. اضافه الى 4 لعيبه من عندنا راحوا لنادي الجيش. بس في لعيبه مميزه ما زالت باقيه يعني، صح؟ في الحرس ثلاثه بس. ثلاثه بس؟ ثلاثه فرق، ثلاثه بس والله. ثلاثه او خمسه يعني، من ثلاثه لخمسه يعني موجودين. بنحاول نبني فرقه من جديد، فرقه من البدايه خالص. موضوع صعب مع كمان موضوع الهبوط بقى طبعا. طبعا كنا متفقين مع لعيبه كمان اثناء كورونا ان اساسا الدوري هيتلغى. اتفقنا مع لعيبه حوالي 12 لعيب وكنا خلصنا معاهم خلاص. طبعا لما الفرقه هبطت ما حدش جالك. اكيد احنا جالك. انت بتتكلم لو انت مرتبط بحرس الحدود كمان، احنا عارفين طبعا سياده اللواء مشهور مرتبط قد ايه بحرس طبعًا. الحدود معانا على التليفون، وانت اكيد علاقتك بيه على طبعًا مستوى عالي جدا. سياده اللواء مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا كابتن هاني، ومساء الخير على الكابتن حليم، مش عارف مين مع حضرتك. طبعا لا طبعا زميلتي سهام موجوده كمان بتمسي على حضرتك. سهام الله يخلي حضرتك، بتمسي على حضرتك وبنقول لحضرتك طبعا يعني احنا عارفين قد ايه اللي هو مشهور مرتبط بحرس الحدود، وقد ايه كمان حليم مرتبط بحرس الحدود. لكن كلمنا يعني على حليم اولا، وعلى مستقبل حرس الحدود في السنه الجايه والدور الممتاز به، ونشوفه اكيد ان شاء الله نشوفه قريب تاني عوده سريعه للممتاز ان شاء الله. سياده اللواء ان شاء الله تعالى. كابتن حليم طبعا قيمه كبيره جدا في نادي حرس الحدود، وعشره عمر 20 سنه في نادي حرس الحدود، وانا مش هتكلم على تجارب شخصيه اللي كان يقول ان هو لم يترك النادي لمده 15 سنه، مخلص وتفانى في هذا النادي، وجات له عروض على ايدي انا وراح فيها يومين ورجع. كان بيحكي لسه. يعني محمد حليم تعرض لاخطر اصابه ممكن يتعرض لها لاعب في كره القدم. واتعمل له عمليه وهو اتخرج من الملعب، وقعد لحد ما رجع يلعب تاني ويقف. محمد حليم مدرب واعد. حقيقي. انا بقولها بكل صراحه، لاني كنت في تجربه كان لما نزلنا القسم الثاني في اول نزول لنا، وتولى المسؤوليه هو والكابتن سامي قمصان، وعملوا فرقه ما شاء الله هي الفرقه الموجوده حاليا.
هي الفرقه اللي تتهافت عليها كل الانديه دلوقتي، واحنا على ثقه ان محمد حليم هيكون فريق ويقعد يصعد بيه السنه الجايه للدوري الممتاز، يعيد بيه امجاد حرس الحدود اللي فاز بكاس مصر مرتين وكاس السوبر. صحيح صحيح، ثقتنا كبيره جدا في محمد حليم بمجلس الاداره برئاسه اللواء باسم. يعني انا يعني اقول عليه ابني وابن النادي، ومتاكد ان هو هيصعد الفرقه دي، وهو بيعاني تمام حاليا لما اللعيبه بتاعته اللي عملها من القسم الثاني لعيبه مجهوله، اللي كل الانديه بتتهافت عليها بدايه من حرس المرمى، كل اللعيبه كل انديه الدوري الممتاز بتتهافت على هذه الفرقه، الفرقه دي اللي عملها محمد حليم وسامي قمصان، ده للتاريخ عشان نذكر الفضل للناس دي. وده نجاح ليه يا سياده اللواء، نجاح ليه، وخليني اكد مع حضرتك كمان نجاحه بس مش في الممتاز بيه، في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه كرجل اول. اعتقد كمان كان بيأدي بشكل جيد جدا، شكل حرس الحدود اتغير بشكل ايجابي، النتائج ما كانتش بهذا السوء لكن ما كانتش مساعده بشكل كبير، وحضرتك اكيد هتبقى سبورت وعامل داعم لمحمد، لانه نموذج زي ما حضرتك قلت لمدرب واعد، مدرب مش هنقول شاب خلاص لان المدربين الشباب في اوروبا من 30 سنه، لكن مدرب واعد ان شاء الله حط رجليه على الطريق السليم. يعني ده كلام ليس ما فيه مجال شك، لان من اجمل الفترات المباريات اللي لعبها حرس الحدود خلال هذا الموسم تمام كانت في فتره محمد حليم، كل الناس كانت بتتصل بينا تهنينا حتى واحنا خسرانين. صحيح. استوديوهات التحليل كلها كانت بتشيد بفريق الحظوظ حتى لما يخسر المباراه. لان كان في سوء توفيق في بعض المباريات يعني. صحيح. كان يعني كان موجود، وانا من هنا بقول ان مش فريق حرس الحدود بهبوطه للقسم الثاني ليس هو اسوء الفرق، ولكن كان في 10 فرق كان ممكن يبقوا في مكان نادي حرس الحدود لولا بعض الاخطاء التحكيميه بعد عدم التوفيق، ولكن احنا بقياده محمد حليم وجهازه المحترم المخلصين، واي فريق عمل في مجلس الاداره اللي انا بقول برئاسه اللواء باسم سبورت كاملا في ظهر الجهاز الفني ده، وان شاء الله الايام وانا بثبت لك ان الفرقه دي ان شاء الله هتكون في الدوري الممتاز، لان احنا برضو عندنا بعض الصعوبات، وبيعاني محمد حليم في تشكيل فرقه جديده يعني يكاد يكون. طب بالمناسبه دي يا سياده اللواء، حضرتك مسؤول عن التعاقدات، ايه الخطه اللي حضرتك وضعها النهارده لبدايه موسم جديد ان شاء الله، يعني تقدروا ان انتم تصعدوا مره ثانيه للدوري الممتاز؟ بكل امانه ان مجلس الاداره ومحمد حليم ما قعدش لحظه واحده من بعد ما نزلنا، لدرجه ان محمد حليم بدا بيعمل ماتشات وديه وحط عينه على عناصر، ومجلس الاداره مشكورا برئاسه اللواء باسم قال كل طلبات يطلبها محمد حليم من اللاعبين هيتم تنفيذها. وعايزين ان انا اذكر اسماء يعني دلوقتي، لان طبعا ما يعني ذكر اسماء دلوقتي ما يعني بالظبط. ومحمد حليم يعني برضه نقدر نقول كان ممكن يقول اللعيبه اللي عندي دي اللي مش هتتخرج لا تقعد تلعب في الدرجه الثانيه، ولكن اللعيبه دي اخلصت وده النادي، فهو برضه وافق على انه ينتقلوا للدوري الممتاز، وده برضه يحسب له. ممكن واحد غيره يقول الفرقه دي واللعيبه ديت انا اللي عاملها وانا اللي جايبها وانا اولى لكن هو برضه فضل مصلحه النادي ومصلحه اللاعبين على المجهود اللي بيبذله هو محمد مكي في اختيار عناصر جديده جدا ان شاء الله تتفرجوا عليها في الموسم القادم، هتشرف الكره المصريه واللعيبه دي هتستمر معانا في الدوري الممتاز. محمد حليم لما بيختار لاعب ما بيختارش لاعب مرحله ان هو يخليني اعدي بتاع، بيختار لاعب لنادي حرس الحدود. بيبني فريق للمستقبل يعني فريق. مش مجرد ان انا هقعد السنه دي هتقعد هات لي واحد اصل ده لعيب درجه ثانيه يكسبني، لا بيعملوا فرقه تستمر النادي حرس الحدود. طب حليم تقول ايه لسياده اللواء؟ طبعا سياده اللواء رحله كفاح طويله معانا مع بعض من 99 معانا طبعا، ونعتبره كلنا الاب لينا طبعا، وراجل ليه فضل كبير جدا على نادي حرس الحدود. وسياده اللواء طبعا يعني الواحد مش عارف يقول عليه اي حاجه، لان هو يعني يعتبر هرم من اهرامات نادي حرس الحدود، ده حقيقي وليه كل تقدير واحترام طبعا، وحتى باين من طن الصوت كمان والحماس. باين جدا من
من عايزين تعملوا حاجه حضرتك طبعا ان شاء الله باذن الله. وكم حضرتك قلت نادي حرس الحدود بقى من علامات الدوري المصري، يعني حاصل على الكاس مصر بشكل كويس، ويمكن الصراع الكبير جدا والموسم الاستثنائي اللي مرينا بيه كلنا، وكان فيه تقريبا زي ما حضرتك قلت اكتر من 8-9 فرق طبعا بيصارعوا على الهبوط، لكن كلنا ثقه في حضرتك ومجلس الاداره، كلنا ثقه في محمد حليم ك يعني مدرب واعد ان شاء الله، ونشوف حرس الحدود باذن الله الموسم اللي بعد اللي جاي ان شاء الله يكون موجود في الدوري الممتاز ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك اللواء مشهور، شكرا جزيلا. شفت ازاي قرار اتحاد الكوره بان هو حدد موضوع انتقال اللعيبه وايضا المدربين، يعني موضوع ايمن المزين انت يعني عد النهارده عد موسم صعب جدا في فكره تغيير المدربين، كنا بنشوف ايمن المزين يمكن في يعني وانت عارف في اقل من شهر اكتر من نادي، هو طبعا اكتر من نادي، فدي انا ده قرار مهم جدا طبعا، ده قرار مهم يعني جدا ومحترم جدا، وكان مفروض من زمان، لان طبعا لازم المدرب يحترم تعاقداته الاول، ولازم اداره النادي برضو تحترم تعاقداتها مع المدرب، هي علاقه متبادله بين الاثنين، لازم يبقى فيها احترام، والنادي لو النادي غلط النادي يتعاقب، لو المدرب غلط المدرب يتعاقب، ما فيش اي مشكله خالص، لان دي علاقه محترمه بين الاثنين، يعني مفيش نادي يبقى في تعنت معاه مع المدير الفني، كل شويه يغير مدير فني، ولا فيش مدير فني يجي له عرض اكبر يسيب النادي ويمشي، فدي علاقه متبادله ومحترمه جدا. حصل كتير جدا، حوالي اعتقد عدينا ال 50 مدرب اكتر من 51 مدرب في الانتقالات. موضوع صعب جدا جدا، يعني لما مدرب يتنقل في 4-5 انديه، يبقى النهارده بيلاعب فرقه وتاني يوم بيلاعب نفس ضد نفس الفرقه اللي كان بيمسكها امبارح، فموضوع صعب، موضوع صعب، واعتقد ده قرار محترم جدا وقرار ليه كل اجلال وتقدير. زي ما انت قلت يا حليم، هو قرار جيد جدا، ومش بيظبط بس العلاقه التعاقديه ما بين المدرب ومجلس الاداره، لا كمان ده بيدي فرص للمدربين طبعاً. الشباب يعني انت فرص. خلاص انت يعني في كانت الدايره مقفوله زي ما بنقول كده بلغه الكوره، لكن اعتقد ده هيدي فرص للمدربين طبعاً. اللي طالعين زيك، وعندنا امثله كتير، عندنا عبد الحميد بسيوني، وعندنا احمد سامي، وعندنا عماد النحاس، فكل دول زي ما بندور كده على لعيبه صغيره وعشان طبعاً. تبقى مسؤول عن الكره المصريه كمان. يعني هو المدربين هو توارث اجيال، يعني ده طبيعي، ده طبيعي في كل صحيح. في كل حاجه صحيح. في اللعيبه وفي المدربين في كل حاجه، بس ده اكبر عدد من المدربين الشباب شفناهم في الموسم ده. انا عايز اعرف منك بس بعد الفاصل ونرجع، هل دي ظاهره وممكن تنتهي، ولا ده خلاص بقى سيستم نهج بقت سياسات ادارات؟ بعد الفاصل البيت الكبير. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، والكابتن محمد حليم منورنا ومشرفنا كابتن، وعايز أخدك بقى الجزئية، وكنا بنتكلم يمكن في الفاصل على استعداداتك والممتاز به، شايف قرارات اتحاد الكورة بإلغاء الهبوط في الدرجات ما عدا الدوري الممتاز، شايفها ازاي؟ طبعا ما عدا الدوري الممتاز، يعني ما عدا الدوري الممتاز حاجة غريبة جدا، صعبة طبعا، يعني أنا مش عارف، الاقسام كلها مرتبطه ببعض، ده اتحاد كره لكل الاقسام وليس الاقسام الثاني والثالث والممتاز، كل الاقسام زي بعض، خصوصا ان احنا كنا في اجتماع في اتحاد الكره قبل استئناف الدوري، وكان بياخدوا اراء الناس، كان يعني معظم الناس ما كانتش محبذه فكره العوده مره ثانيه، لان فتره طويله جدا من توقف 4 شهور ونص يتخللها 4 أسابيع أو 5 أسابيع، طبعا كابتن هاني حضرتك مدرب كبير بس خليك حليم نتكلم بكل أمانة، هي فترة عودة الدوري أفادت الكرة المصرية بشكل كبير جدا، تمام دي نقطة. هل تطرقتوا وأنتوا بتتكلموا مثلا بتحطوا بلاننج عودة الدوري؟ كان في ناس بتقول ناس بتقول لا، كل واحد ليه يعني وجهات نظر، لكن ما تطرقتوش مثلا، أو اتحاد الكرة ما جابش سيرة خلاص الدوري هيرجع مثلا وما فيش هبوط، ما جابش يعني ما كانش فيه أي حاجة؟ لا ما فيش، كانش فيه كلام ده، كان الموضوع إن هي مهمة قومية ومصر والدولة محتاجة الدوري يرجع عشان الحياة ترجع مرة تانية، وكان لازم كلنا طبعا قدام هذه الرغبة دي كل الناس توافق، طبعا ما فيش حد يرجع خالص، بس أنا بتكلم إن أنت لعبت 17 ماتش في ظل وجود جائحة كورونا صحيح، فكان مشكله كانت صعبه جدا ان 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 يعني الدوري الممتاز يلعب 17 ماتش، الممتاز به يلعب 5 ماتشات كل 5 ايام، احنا كنا بنلعب كل يومين او 3 ايام، يلغوا الهبوط في الممتاز به وفي الدرجات الادنى
وما يغوش في الدوري الممتاز. لان تاثيره عليك ايه يا حليم في وانت دلوقتي موجود في الدوري في الممتاز به وبتستعد وبتعمل فرقه، واعتقد كمان يعني التبعيات عدم يعني الغاء الهبوط عدد الانديه بقى اكبر بكتير من السنه اللي فاتت، وبالتالي اعتقد وصل ثلاث مجموعات كل مجموعه في 16 او 17 فريق، فده يعني مردوده ايه عليك واستعداداتك ايه للسنه الجايه من خلال الجزئيه ديت؟ هو كان كلمه تروح طبعا السنه اللي فاتت ان هو ممتاز بيها هيبقى فكره دوري المحترفين، وكانت دي فكره محترمه جدا جدا وكان الناس كلها بتحبزها، لان كانت هيبقى في دوري محترم، دوري من مجموعه واحده على مستوى الجمهوريه، مجموعه واحده على مستوى الجمهوريه كلها، ودي حاجه كانت كويسه كانت بتحصل زمان برضو. انا لما عرفت الفكره كانت حاجه يعني هتعلي مستوى الكره المصريه بشكل صحيح. كبير جدا. فوجئنا طبعا لما اتلغى الهبوط، في فرق طبعا فرق صعدت وبقى العدد كبير جدا في كل مجموعه، يعني هتلعب حوالي زي الدوري الممتاز 34 ماتش او 32 ماتش، فحاجه تبقى صعبه جدا. ويبقى يعني وفي طبعا فرق في الدوري الممتاز به امكانياتها بقت عاليه، زي ما كنت بتكلم مع حضرتك في الفاصل يا كابتن هاني، صعوبه كمان امكانياتها عاليه جدا، ودوري يبقى صعب بكل المقاييس. يعني احنا جربنا قبل كده من حوالي 3 سنين، كان معايا كابتن سامي قمصان طبعا كان مدير فني، عملت فرقه هايله بصراحه، كان فرقه كويسه والحمد لله قدرنا نصعد. كانت في صعوبه كبيره جدا، يعني كانت بتقابل صعوبات في الملاعب، بتقابل صعوبات في الاقامات، في التنقلات، كانت حاجات صعبه جدا. ف يعني احنا بحاول اعمل توليفه كويسه بين لعيبه الدوري الممتاز اللعيبه اللي بقت معايا ولعيبه الممتاز به اللي عندها طموح، اللي بتحاول تثبت نفسها بشكل كبير جدا. بس انا بتقابلني مشكله كبيره جدا طبعا، ان فتره الاعداد هعمل تعمل انسجام امتى؟ انسجام امتى؟ مش هتعمل انسجام امتى؟ يعني لو الدوري 25 زي ما هو مطروح، الدوري 25 يعني انا لسه مخلص دوري الجمعه اللي قبل اللي فاتت، لسه صحيح. يعني من 8 ايام بخلص الدوري الممتاز، ماتش الجونه اخر ماتش، لعيبه كتير مشي جدا. يعني المشكله انك بناء فرقه، انك في فرقه مشيت بالظبط، عنده فرقه مشيت، فانك عايز يجيب طبعا لعيبه انت كابتن هاني، وازاي تشتغل مع ازاي شغلك يبان مع اللعيبه، وازاي تبدا الدوري بشكل كويس، كل دوت صعوبات كبيره جدا. بس كنت لسه هقول اسالك، يعني انت بقى اكيد المشاكل دي بقى انت بتفكر فيها اكيد من بدري، يعني قررت هتعمل ايه؟ يعني حطيت النقط فوق الحروف، قلت انا هعمل ايه السيستم اللي انا همشي عليه؟ طبعا عاملين بلان. انا من يوم الخميس اللي فات عملنا مباراه وديه، وبكره عندي مباراه وديه، والخميس الجاي عندي مباراه وديه، فبحاول يعني اجهز اللعيبه واشوف مدى الانسجام، بشوف اللعيبه اللي هتفيدني بشكل كبير جدا. هي مش اختبارات خالص، هي على قد ما هو بتاكد من اللعيب اللي انا جبته. طبعا ما كانش في فرصه ان انا اتفرج على اللعيبه. كم ماتش ودي؟ هو ماتش واحد، والتاني بكره ان شاء الله. كان تقييمك ايه للودي اللي سبق؟ يعني كانوا اتمرنوا 4 ايام بالظبط، اللعيبه اتمرنت 4 ايام بالظبط، ما اقدرش اقيمه بعد 4 ايام خالص. هو يعني عندي مباراه بكره مع نادي النصر، ويوم الخميس مع نادي انبي، فهحاول اكون فكره كبيره. طبعا في لعيبه برده يعني بعد القائمه الاولى يوم الاربعاء، في لعيبه برده هجيب لعيبه ثانيه من القائمه دي، لما في لعيبه تقع اكيد هجيب لعيبه ازود الفرقه بشكل كويس. انت منتظر بعض اللعيبه من الممتاز؟ ممتاز من الممتاز، احاول اضمهم بشكل كبير. في لعيبه بحاول اخلصها طبعا بمبالغ ماليه بدون ذكر اسماء يعني، فلسه برده منتظر خلال يومين او ثلاثه اكون الفرقه. انا الهيكل بتاع الفرقه يعني حوالي 50% دلوقتي، 50% وانت بقى تبني ان شاء الله لغايه عندي ماتش كمان 15 يوم. بس المسؤوليه والمشاكل الكتيره دي يا كابتن محمد، ممكن يجي على بالك ان انت لا ما ممكن انسحب خالص من المشاكل دي؟ لا انا ما اتعودتش على كده خالص، علشان ما حدش يجي يحملك المسؤوليه كامله في النهايه، ولا لا انا يعني مع الفريق لحد اخر لحظه لحد اخر نفس؟ هو انا اتعودت طول عمري ان انا اكافح من وانا لعبت. انا كنت من ناشئين نادي الترام قبل ما اروح نادي السواحل او حرس الحدود، فانا الحمد لله بكافح من صغري. لو كنت مع نادي تاني كنت انسحبت مبكرا؟ لا طبعا اصل هي دي ظروف اتحطيت فيها كمدرب، لازم يعني زي ما بيقولوا من رحم المعاناه تولد البطوله، فلازم تعاني عشان خاطر تثبت للناس ان انت مدرب كويس، لازم تعاني وتلاقي صعوبات تتغلب، تحاول بكل الطرق انت تتغلب عليها عشان خاطر ربنا يكرمك. فدايما الانسان بيتعب وبيحاول، يعني المحاولة مطلوبة طبعا عشان خاطر
ده بيكبر. خلي بالك انا في اعتقادي ده بيكبر كمان، ونظره الانديه ومجالس الاداره بتختلف عن المدرب اللي بيلاقي يا دوبك انا لا الفرقه هتقع فاروح ماشي، فالنظره بتختلف عن المدرب اللي بيكمل للنهايه وبيكمل لاخر لحظه والاخر نفس. فاعتقد ان انت ان شاء الله هتكون باذن الله مشروع يعني ان شاء الله مدرب ناجح. السنه هتبقى صعبه اكيد، لكن سيادة اللواء طبعا والناس مقتنع بيك وان شاء الله تأدي موسم اكتر من رائع. وكلمتنا على بداياتك برضه عشان الناس عايزين نعرف جزئيه صغيره، بداياتك ازاي محمد حليم بدأ كره القدم اصلا يعني من البدايه؟ انا بدأت كابتن هاني في نادي الترام وانا عندي 13 سنه، قعدت في نادي الترام لغايه سن 19 سنه او 20. وبعد كده بدأت دخلت الجيش، رحت اعاره النادي حرس الحدود السواحل، وقتها كان نادي سواحل اسمه السواحل، مده سنه. والسنه الثانيه خدوني اعاره مره ثانيه. والسواحل بقى كان بيلعب في ممتاز به، كنا في ممتاز به، ممتاز به لعبت معاهم السنه الاولانيه اعاره، السنه الثانيه اعاره، السنه الثالثه اشتروني وقتها كان ب 10,000 جنيه تقريبا من نادي الترام. 10,000 جنيه كان مبلغ كبير، بس ده كان اكيد مبلغ وقتها كبير يعني. يعني سنه كانت اعتقد كانت سنه 10,000 عديها بجد. كانت سنه 2000 2000 مش بعيد قوي. كمل يا حليم. فالسنه دي اللي اشتروني فيها كان كابتن طارق العشري هو المدير الفني، هو المدير الفني، كان اول سنه اللي كابتن طارق العشري كان مدير فني. صعدنا ربنا كرمنا وصعدنا فيه، صعدنا والحمد لله صعدنا دوري ممتاز. الفرقه كلها مشيت، كابتن حلمي طولان جه مسك الفرقه، مشت الفرقه كلها بقى الخمس لعيبه، انا كنت من الفرقه دي. كانت كل سنه واحد بيمشي من الخمسه دولت، كل سنه واحد بيمشي بيصفوا. الحمد لله انا الوحيد اللي كملت لغايه الاخر. لغايه الاخر، و لغايه ما نهيت حياتي في نادي حرس الحدود. في بطوله كمان، بطوله كاس مصر، اخذت طبعا كاس مصر. حسيت زي الاصابه اللي قال عليها لسات لو مشهور دي في 2007. ايه بقى اصابه قويه جدا؟ جالي كسر في الجمجمه ونزيف في المخ. يا ساتر يا رب. كان التحام في ماتش بتروجيت مع محمد كوفي. محمد كوفي؟ لا حضرتك عارف كويس. الدكتور قال لي انت لو دخلت في مقطوره مش هتعمل كده. ده حقيقي. ده اصابه جامده جدا. كانت عمليه بقى. كانت عمليه كبيره. عمليه كبيره جدا طبعا. بشكر مشير سنتور ربنا يديله الصحه طبعا، وقف جنبي بشكل كبير جدا. وسياده اللواء ابراهيم الله يرحمه وقفوا جنبي بشكل كبير جدا. يعني طلعت من استاد السويس على مستشفى عجرود، عملت الاشعه، اول ما عرفوا ان في مشكله طلعت على طول على مستشفى المعادي. كان دكتور محمد توفيق كان اللي هو طبيب، وسياده المشير كلمه استقبلني مباشره وعملت العمليه في نفس اليوم. لان قال لي لو كنت قعدت ثاني يوم الصبح كان هيحصل فيه شلل نصفي. يا ساتر يا رب. سبحان الله. الحمد لله يعني. فكانت اصابه كبيره جدا، قعدت فيها حوالي 7 شهور ما العبش كوره. بس انا كنت بعد اول شهر كنت بنزل مره لوحدي بعيد عن اي حد. فقعدت فتره 7 شهور ما العبش. بعدين كده رجعت لعبت على طول، فالحمد لله رجعت نفسي مره ثانيه. خدنا بعديها بطوله كاس مصر سنه 2009 وبطوله كاس مصر 2010 وخدنا السوبر 2009 لغايه ما اعتزلت طبعا سنه 2015 لغايه اخر دقيقه في الملعب. كنت في الملعب مباراه الاسماعيلي في برج العرب، قعدت 90 دقيقه. كنت عندي 38 سنه ونص. دي كانت مباراه الاعتزال تقريبا، يعني اخر مباراه ليك، يعني تعتبر مباراه الاعتزال. عندي 38 سنه ونص. المدربين اللي انت يعني استفدت منهم، اكتر مدرب محمد حليم استفاد منه كان مين؟ انا كنت بحب الكابتن حلمي طولان جدا طبعا. يعني قعدت معاه 5 سنين، وكابتن طارق طبعا قعدت معاه يعني برضو في سنين طويله من ممتاز به والدوري ممتاز. طبعا يعني خدت خليط بين الاثنين. وكابتن عماد سليمان طبعا اشتغلت معاه شويه، راجل من اكثر الشخصيات المحترمه في الدنيا كابتن عماد سليمان دوت، وراجل دماغه جميله. انا بحب اخد كل احسن حاجه من كل مدرب. يعني بشوف الكابتن حلمي ايه احسن حاجه فيه، كابتن طارق احسن حاجه فيه. طبعا كلنا لينا ايجابيات وسلبيات، فبحاول اخد الايجابيات كلها من كل مدرب مع لعيبتك، واحاول اعمل كوكتيل منهم واحاول اطبقه مع اللعيبه. فاستفدت من كل مدرب. كابتن محمد عمر طبعا دربني، هو اللي جابني لنادي حرس الحدود اصلا. كابتن محمد عمر وانا في الترام. طب انا سالتك سؤال قبل الفاصل يخص المدربين الشباب اللي ظهروا بشكل لافت للنظر خاصه الموسم ده، هل انت بتعتبره ظاهره وهنتراجع عنها، ولا لا ده سيستم اداره، ده نهج خلاص الادارات ومجالس الادارات وعت عليه خلاص؟
المفروض يعني هو المفترض ان الادارات كلها تتمسك بالتجربه، ان التجربه اثبتت نجاحها بشكل كبير جدا. فتتمسك بالتجربه وتدي فرصه. شايفه تجربه نجحت يا كابتن محمد؟ يعني بشهاده الناس كلها، بشهاده كل الخبراء. كابتن هاني طبعا يقول لحضرتك طبعا، كابتن هاني طبعا مدربنا، كل اللي خدوا فرص بصراحه اثبتوا وجودهم، اثبتوا وجودهم بشكل كبير طبعا يعني. سواء كابتن كشري، كابتن علي ماهر، كابتن عماد النحاس، كابتن حبيب بسيوني، كابتن احمد سامي، كلهم اثبتوا يعني. وفي كابتن برضو كابتن سامي قمصان طبعا موجود في النادي الاهلي، بس الراجل المدربين الكبار اللي بقى يبقى ليهم اسم كبير جدا، لانه مدرب مجتهد. انا اشتغلت معاه حوالي سنتين طبعا، يعني اشتغلت معاه مدرب مساعد هو كابتن حبيب بسيوني اول ما بطلت، وبعد كده اشتغلت معاه مدرب عام طبعا، من الناس اللي ليها محترم وخلوق، وكان ليه دور كمان مع موسيماني بشكل كبير. ويمكن ده يجرنا كمان لملف النادي الاهلي، ان طبعا سامي عمل شغل اكتر من رائع مع موسيماني وتحضيره للفرقه. وعايز اعرف رايك برضو في النادي الاهلي طبعا في المشوار، الدوري اعتقد كان حاسمه من زمان، لكن مشواره في البطوله الافريقيه واداؤه اجمالي النادي الاهلي السنه دي، انت كنت شايفه ازاي وانت قابلت النادي الاهلي وشفت على الطبيعه يعني اداؤه؟ النادي الاهلي مر بمراحل طبعا. مستر بايلر كان بدا كويس جدا قبل الكورونا، بعد الكورونا حسيت ان في تذبذب شويه في الاداء، اعتمدوا على تغيير الخطه بشكل كبير. كان لعب بطريقه 4-4-2، اعتقد ما كانش ناسب النادي الاهلي. النادي الاهلي على طول بيعتمد على وجود صانع لعب 4-2-3-1، صانع لعب بشكل كبير بيربط بين الخطوط. مستر فايلر لما لعب 4-4-2 الشكل اختلف بشكل كبير جدا. ماتشنا على الاقل ماتش حرس الحدود الدور الثاني لعبوا 4-4-2، وكانت فوجئت ده في الملعب. لا بالعكس، انا كنت متوقع ان الماتش اللي قبليه كان لعب كده، فكنت متوقع وكنت عامل حسابي بشكل كبير. لعبت ب 3-5-2 المباراه ديت، وعملنا شكل عشان رسمنا شكل كويس رسل جدا. لما ما كسبونيش لما غيروا ل 4-2-3-1. ايوه ما العمليه مش نافعه. في الدقيقه 86 دخل فيها جول، في الدقيقه 86 وجول في الدقيقه 95. فكانت مراحل مختلفه طبعا. زي ما قلت لحضرتك قبل الكورونا كان شكل كويس جدا مع مستر فايلر، بعد الكورونا الشكل اختلف، تذبذب الاداء شويه. لما جه مستر موسيماني طبعا، يعني الراجل ليه صولات وجولات، الناس كانت بعض الناس اعترضت على وجوده. اعتقد ان الناس من اكثر المدربين اللي هيبقوا ناجحين في مصر ان شاء الله، لان الراجل ليه بصمه كبيره جدا مع صن داونز، وكان ليه شكل كويس جدا، بيلعب كوره بشكل. انا بحب المدربين اللي بيحبوا يلعبوا كوره، بيلعبوا كوره بيوصلوا بسهوله. يعني زي ما قلت لحضرتك، انا بحب البدايه ليها نهايه. البدايه ليها نهايه، من غير بدايه مش هيبقى مره هتنهي كويس ومرات كتيره مش هتنهي كويس. يعني بس بيتوقف برضه على الادوات اللي معاك، يعني قدرات اللعيبه الموجوده طبعا بشكل كبير جدا. بس يعني ادام جبت لعيب، انت ممكن كمدرب تطوع اللعيب لفكرك. قدرات اللعيبه، بمناسبه قدرات اللعيبه، قيمت زي السولية وديانج وحمدي فتحي. طبعا ديانج ده طبعا دبابه بشريه طبعا. راجل من اول ما جه مصر حتى ما خدش فرص كتير جدا في اللعب في الاول، بس كان باين عليه ان هو خامه لعيب كويسه. عنده قدرات كويسه، بتقدر تخدم النادي الاهلي، خصوصا انه بيشتغل من صندوق لصندوق بشكل كويس جدا. يعني بصير مش وحش. حمدي برضو عمل شغل كويس جدا قبل ما يتصاب، بعد كده جت الاصابه اخرته شويه ورجع بشكل كويس برضو. بدا يرجع مره ثانيه. السوليه طبعا يعني هو اعتقد نجم خط الوسط في النادي الاهلي، بيكمل يعني تطور كتير جدا، بقى بيكمل بشكل كويس جدا جوه ال 18. تصويباته بقى ليها مردود كبير جدا في فوز النادي الاهلي بماتشات كتير جدا. بقى يعني هو تطوره ظهر في التكمله الهجوميه بتاعته، بقت اكتر واكتر ايجابيه مع موسيماني. تقصد مع موسيماني ولا مع من قبل كمان؟ مع بايلر كمان. بس هو زي ما انت قلت، هو الاداء اللي بيكمل بشكل كبير جدا، وده هياخدنا لرؤيتك للمباراه النهائيه، النهائي الافريقي طبعا، مباراه كبيره جدا ما بين الاهلي والزمالك 27 نوفمبر. رؤيتك الفنيه من خلال المباراه دي ومباراه الاهلي والزمالك، حضرتك عارف كابتن حضرتك لعبت كتير، ملهاش اي مقياس، ملهاش اي مقياس. يعني انت شايفها ازاي طبعا؟ شايفها ازاي؟ ماتش هيبقى صعب جدا طبعا، خصوصا مع الفرقتين متحفزين جدا، بطوله كبيره جدا طبعا، بطوله افريقيا. ظروف متشابهه تماما. النادي الاهلي عنده مجموعه كبيره جدا من اللعيبه المميزه، نادي الزمالك
يعني من سنين كتيره جدا ما جابش لعيبه مميزه بالشكل الكويس دوت خصوصا على مستوى المحترفين. أكيد. فمباراه اعتقد هتبقى مباراه صعبه على الفرقتين، خصوصا ان ماتشات الدوري كانت فيها شد وجد بين الفرقتين. اعتقد المحترفين في الفرقتين هم اللي هيعملوا الفرق. كابتن محمد شرفتنا النهارده، ربنا يخليك يا رب، كل توفيق ليك في مشوارك اللي جاي ان شاء الله مع الحرس. حليم شرفتنا ونورتنا وبالتوفيق، وان شاء الله الموسم اللي بعد الجاي ان شاء الله نشوفك في الممتاز مره ثانيه. شكرا جزيلا. دي طبعا كانت نهايه فقرتنا في البيت الكبير ونهايه حلقتنا ان شاء الله باذن الله على موعد بكره الساعه 10 لغايه الساعه 1 في البيت الكبير. تصبحوا على خير.